ارجع اعمل ربال صغير على الـ على الـ الميكانيزم ونبلش من هون. اوكي، اسكو فو فويي الباوربوينت ولا لا؟ شايفين الباوربوينت شباب والصبايا ولا لا؟ وي دكتور. يلا برفي، يلا هرجع اعيد شوي صغيرة لأنه دفوة يمكن فكرة أول مرة هلا بترجع بتفوت أحسن. دونك نحن بهذا الشابيتر on va prendre plusieurs cas de réaction de bibi substrat. في عنا ما عم بقدر اتحكم ابدا بالماوس، ما بعرف شو عم بيصير. انا بتروح وترجع الماوس عندي. بس فتحت ما عم بتقلب السلايد لحالها وبتزيح الماوس يمين وشمال وما عم شوفها بقى وينية. ما شوفي، ما بعرف اذا عم بيبين عندكم شو عم بيصير عندي، بس من وقت ما فتحت التيمز وهيك عم بيصير معي. طيب يعني بس حارجع اعمل ريزومي لحتى تعرفوا انتم شو بدكم تدرسوا وكيف بدكم تنظموا افكاركم كمان بالدرس. دونك ان فيت نحن اسونسيالمون رح ناخذ لي رياكسيون بي بي وقسمناهم المره الماضيه لدو تيب دو ميكانيزم. عندنا سامبل ديبلاسمون او هازار. يا الله ما بعرف شو عم لحظة شوي، بدي اطلع، معلش اسمحوا لي اطلع من التيمز وارجع فوت، اوكي؟ لأنه في مشكلة عندي. يلا. جسبر كو سوا مرشي، لأنه إذا هيك رح تكون كارثة. ما عم بيزيح لحاله، عم بيمشي لحاله، بحط على التيم، عم هو بالمايكروسوفت باوربوينت. أعطوني دقيقة بس بليز، رح أجيب مستند بركي القصة أحسن. Excusez-moi, j'espère que ça va beaucoup.
يلا بس ما بعرف تيمز كتير عم بياخد من الباور تبع الاوردينيتور. اسكو سافا ميتنون؟ شايفين باوربوينت؟ لا بعد قد ما عملتوا ما شايفين. شايفين الباوربوينت شباب والصبايا؟ وي شايفين. دونك نحن اسونسيلمون اون ا كلاسي لي رياكسيون بيبي عم بيزيح لحاله. جو سوي ديزولي بس اون va essayer de faire avec. Ça va être compliqué, mais on va essayer de faire avec. Donc, les réactions bibi, on les a classées en trois mécanismes, grands mécanismes. Deux, bichbahou ba'adou. On a déjà, dès l'assaise, t'hattou birazkoun. Nous, on s'amie en français, ou en français, séquentiel, mécanisme séquentiel. Naïnétoun, vous voyez, on bireyer la halou, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Koun bislide, bitla bislide tenye. Bien, on a slide tenye, la halou. Donc, on a classé les réactions BB substrat en trois grands mécanismes. Fitnay le mécanisme les gens débutent par bas donc les nets ont bifou tout le monde séquentiel, d'accord. Ou how le mécanisme est très similaire. Les anobiam la formation substrat les où est formé par les deux substrats qui vont lier à la fois l'enzyme. Donc l'enzyme elle va être liée en même temps à la substrat B. Mais chez nous, il y a des similarités entre ces deux mécanismes. Même à l'heure, vous allez voir, par exemple, selon comment on va traiter ces deux mécanismes, il peut y avoir même l'aspect de graphe lui-même. D'accord, mais bien sûr, vous allez voir quand on va dériver l'équation, l'équation va être similaire, mais il y a une différence entre eux. Donc, je vais vous dire que les réactions BB peuvent être classées en deux grands mécanismes. La réaction avec la présence d'un complexe central, les henné men assemon la tnen, il y a au hasard. Je suis allé au hasard, regardez. Le complexe S1 peut lier l'enzyme, pardon, le substrat S1 ou le substrat A, nous avons dit, peut lier l'enzyme libre, comme le substrat B, quand même, peut lier l'enzyme. Donc les deux peuvent lier l'enzyme. Hala, ma fi ordre précis. Mais chez nous, nous avons dit, c'est une liaison au hasard, parce que ما في ليزون بريسيز يعني ما في مثلا ا بيقعد بالاول بعدين بيرجع بيقعد ب بور فورمي لو كومبلكس سنترال دونك ليزون بتكون مثل ما شايفين الي او هازار بالاوردوني لا بيكون في عندي اوردر بريسي دو ليزون يعني ا فاليي دابور وبعدين بي فاليي بور فورمي هالكومبلكس سنترال بس هن دو بوان دو فيو يعني اول ما بلشوا يشتغلوا هن بالميكانيزم بي بي كان عندهم صعوبة كتير يفرقوا بين هاتنين ميكانيزم لأنه في كتير سيميلاريتي بيناتهم لأنه لو كومبلكس سنترال إلي لو ميم كيف يعني؟ نحن وقت أون فادير منين لافيتاس؟ لافيتاس منين بتجي؟ لافيتاس هي بتجي ما نحن كل الجرافات تبعنا كلهم 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 الجرافات اللي نحن عم نشوفهم هن جرافات دو فيتاس يعني نحن بنحط الأنزيم مع سبسترا ومنهم أون فاكالكيلي لافيتاس إنيسيال دونك الفيتاس هون إل ديبون دو لا فورماسيون دو complexe central ES1, ES2. D'accord? Je me dis qu'il y a une similarité à comment on va traiter les mécanismes de la base. Nous avons un mécanisme de complexe central. Bien, le ping-pong, le S1 va lier avant S2, mais c'est une forme substituée de l'enzyme. Au départ du premier produit, avant que le deuxième substrat va pouvoir se lier. Fakan el farq baynat on bisynétique degré wadih lanno kel wahed menhom mekanisme mختلف an atani. Yani bi halat el tnayn mekanisme nahna msamihom séquentiel, kan o hasard wala ordonné. Naynaton fi comme point commun baynaton hou el formation du complexe central. Baynat bi halat el ping pong ما في هالكومبلكس سنترال في عندها هالانزيم اللي هي سبستيتويه. هلا نحن نجي للسيكونسيال. هلا تفريق بين السيكونسيال شغله منا هينه يعني اون فيت اذا عندنا ديكا هلا بتشوفوا اذا عندنا ديكا بيان ايفيدون اي سي فاسيل دو سيباري انتر بين نقول هيدا او هازار وهيدا اوردوني لانه في ديكا رح نحن اللي عم نشوفهم انا وياكم هلا اون
où ça saute à l'œil, on sait très bien, d'après l'aspect de ce graphe, هذا au hasard ou هذا ordonné. هذا راح نحاول نفرقهم انا وياكم يعني وراح اقول لكم انا شو الفرق بين كل واحد. دونك بس هن دي فوا سي ديفيسيل دو ديفيرونسيي انتر لو سامبل ديبلاسمون او هازار اي لوردوني داكور. بس في دي كا دو دو مشان هيك هو شوي يكون ببين معقد لانه اون فاتريتي دي كا سيباري دو هازار ودي كا سيباري دو لوردوني اللي هن دي كا و اون سي تري بيان انه هيدا او هازار اون سي تري بيان انه هيدا اوردوني. في ديكا عندنا صعوبة نفرق نقول هيدا وزارة وهيدا أردني. دونك رح قلكم انه هون سبقت difficile de séparer اذا هيدا وزارة واذا هيدا أردني. داكور؟ مشان هيك نحن on traite des cas par cas. يعني وقتا بنقول simple déplacement au hasard جانا قسمنا لكم اياه هون. اوكي؟ عطينا لكم اياه هون dépendante, indépendante. والديبندنت قلنا في عندنا فاكتور الفا كي فا افكتي لا ليزون دو ا ا بي. هلا رح نرجع نعيدها شوي لحتى ترجع تفوت براسنا. اوكي؟ ورح ناخذ الكا اللي هو اندبندنت والكا اندبندنت سوت على دغري واحد بيطلع على الكورب اه اي هيدا اكيد اندبندنت لانه طلعوا عليكم. هلا في عندنا دي 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 اذا بدكم دي بوسيبيليتي واحد دغري من الاسبي للجراف يعرف اذا هو هيدا ديبندنت او اندبندنت. الاوردوني رح ناخذ كمان ان كا سبيسيال وزالي فوار انه تو سويت فوزالي سافوار انه هيدا اوردوني ومن الاسبي للجراف فيكم دغري تعرفوا مين فا سو فيكسي en premier, هذا il va se fixer en premier ou هذا il va se fixer en deuxième. Donc انا اللي بهمني كثير اهم شيء تعرفوها هي انا مهني اوب فينال بدي انطلق من الاكسبيريمنتال. يعني انا بدي فوت على اللابوراتوار شو راح اعمل؟ راح اخذ الانزيم راح احطه en présence du substrat وراح احط دي كونسنتراسيون de B. ونفس الشيء يعني انا انفيت عم باخذ على طول انزيم بلس سبسترا ا بلس سبسترا بي وعم بطلع على الافي. شو بعمل؟ مره بقول انا بدي ارسم الجراف يمكن اهون اذا بحط لكم هيدي الصوره بدي ارسم الجراف وقت اللي ا عم بغيرها. ليه؟ لانه اون فينال انا شو بدي اعمل؟ بدي طلع دي كالكول دو فيتيس هي الاساس. انا عم باللابوراتوار عم بجي حط انزيم مع سبسترا عم بيطلع معي فيتيس. طيب انا كيسكو جو في؟ جو ديتيرمين لا فيتيس. كل هدفي انا اجي اقول شو تاثير البي على الا وقتها انا بيكون في عندي لي دو سون بريزون دون لو تيوب او شو تاثير الا على البي وقت اللي بيكونوا اثنيناتهم بريزون دون لو تيوب. طيب شو تاثيرهم على شو؟ انا كيسكو جو بو ديتيرميني من هالجراف اللي طلع معي؟ جو بو ديتيرميني يا الكونستانت دو ميكاييلس او الفي ماكس. كيسكو سا ريبريزونت في ماكس؟ اذا بتتذكروا قلنا وقت اللي نحن بناخذ ام دروات كي الوقت بيكون في عندي 1 sur v en fonction de 1 sur la concentration de substrat les points d'intersection de la droite avec l'axe des y représentent v max. طيب هيدي v max لمين؟ هيدي v max للvariable اللي انا عم بدرسها. بس هيدي v max هل حتكون ال v max الحقيقيه؟ يمكن ايه يمكن لا حسب الك حسب انا كيسكو جو تريت حسب شو عندي ميكانيزم. يمكن تكون لا ميم لانه tous les droites vont passer par le même par la même par le même point de concurrence اللي هو على الفيماكس. يمكن لا يعني انا هون بمعنى ثاني كل دروات عم تمرق تعمل بوينت انترسكسيون بالاكس دي زيغراغ. لانه انا اش رح اجي اعمل؟ رح اجي رح اعطيكم رح يكون عندكم تابلو في عندكم ديفيرون فالور دو فيتيس عم بتغيروا كونسنتراسيون دو ا عم تحطوها ان بريزونس دو بي. داكور؟ وكل مره عم بتشوفوا هالدروات كيف عم تتغير شو عم بيصير فيها؟ شو عم بيصير بالبوينت انترسكسيون افيك لاكس دي زيكس؟ شو عم بيصير بالانترسكسيون افيك لاكس دي زيغراغ؟ طيب انا ليه بيهموني هالانترسكسيون؟ بيهموني هالانترسكسيون اساسيلمون لانه بالجراف اوريجينال تبع لا نيفربرغ هن ريبريزونتي دي فيتيس ماكسيمال اي دي كونستانت دو ميكاييلس. فانا هدفي كل مره اشوف شو عم بيصير؟ وين هن هالكونستانت؟ وهون رح نزيد شيء جديد اللي هو لي كونستانت دو ديسوسياسيون اللي رح نسميهم انا وياكم كا او كبي اللي اكيد طبعا اوقات في عندهم ريلاسيون مع الكا ام ا مع الكونستانت دو ميكاييلس. رح اقول لكم هيدي هي كا ا هيدي كا ام ا اتسيترا. واوقات سافيتر ديفيسيل دو لي بريدير. رح اقول لكم شو الفرق بيناتهم. دونك اسانسيلمون شو لازم نعمل؟ شو لازم نحفظ؟ دونك اهم شيء نحن بدنا نعرف كل مره بكل كا نحط كم بنحط ان سور ا اللي هي فاريابل كيف بي عم بتاثر على ا. داكور؟ بكل ميكانيزم وين الفي ماكس الحقيقي
هل طيب شو اذا منا الفي ماكس الحقيقيه كيف عم تتاثر اون بريزونس دو لا دو لا دو هال دو هال دو لوتر سبسترا ما سافاري. طيب وين الكائن وين الكاء على الاكس؟ اوكي بتطلع انا بدي اشوف احفظ كل اكس شو فعلي بروجيكسيون مثلا على بوان دو كونكورنس اتسيترا بدي احفظهم هيك اس تو. يعني انا الهدف الاساسي بانتو كيف تكون تحفظوا هيدا الشابيتر لانه شابيتر دسم كتير. الهدف الاساسي بهيدا الشابيتر اجي انا حط كل ميكانيزم حط الجرافات تبعوله حط لي بوان د انترسيكسيون على الاكس لانه هودي قادر احددهم البونت لانه البونت كمان اوقات بتعطيني انديكاسيون على على الميكانيزم والجراف بريمير الجراف سيكوندير لانه كل واحد حسب الكا بيخليني احدد بارامتر سينيتيك معين. لو كنا بلشنا انا وياكم بالميكانيزم دو سامبل ديبلاسمون اوزار وشوفوا هيدا الميكانيزم في بارتيكولاريتي معينه بهذا الميكانيزم انه سيلي دونز ان اكيليبر ثيرموديناميك. شو يعني دونز ان اكيليبر ثيرموديناميك؟ يعني نحن او فينال اون فورمي لو كومبلكس او ابي داكور. يعني انا في طريقتين اعمل هالكومبلكس او ابي، يا بدي امرق بالا بيرجع زيد البي لحتى اعمل الاو ابي، يا بدي زيد البي ارجع زيد الا لحتى اوصل انا للاو ابي وطول السيستم اون اكيليبر. لاحظوا انتم الفلاشات تبع السيستم كل السيستم اون اكيليبر. مين اللي بيتحكم بهالاكيليبر للسيستم؟ او فينال انا بدي يكون في عندي ان سيرتان اكيليبر انتر لي ديفيرونت بارامتر. انا في عندي هلا اذا بتتذكروا نحن بال بالرياكسيون سبسترا واحد كان عندنا او بلس ا او ا، الاو ا بيعطيني او بلس بي. الكونستانت داسوسياسيون كانت هي ذاتها الميكايليس مانتن سيتي لا ميم ان فيت لانه بحاله طبعا مش 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 سيتي لا ميم بحاله وحده بس وقت اعتبرنا ميكايليس مانتن قال انه كادو انجليجابل ديفون كا. اوكي اعتبرنا انه فينا نقول انه كاس نحن سميناها بوقتها كاس هي كاين. هون بتعقد تتعقد القصه اكثر. ليه؟ لانه انا EA بدت دونك في عندي دي كونستانت داسوسياسيون EA بس EA هو منه سو ني با لو كومبلكس برودكتيف يعني مش هو رح يجي يعطيني E بلس B لازم B يعلق. دونك هون انا وقت البي بده يعلق اوريدي A اللي ديجا سور لانزيم. دونك كيل لي في يا الله جو سوي ديزولي. دونك الايدي هي كيل لي في كيل لي في quel est l'effet de de ma bref je suis désolée بس في عندي مشكله كبيره بين التيمز والوورد والباوربوينت. دونك لاحظوا هون هو وقت انا بقول دونك او ا دونك هون بهذه الحاله هون وقت بقول بزيد بي اوكي دونك quel est l'effet de la liaison de a sur la liaison de b على الانزيم داكور. Je suis désolée. OK, donc, on fait un des deux constantes d'association de A à l'enzyme. Parce que l'enzyme, ممكن تكون à l'état libre, ممكن تكون déjà elle est complexée avec B. Et من هون انا بتمنى عليكم عن جد هيدي قدي مبينه بسيطه عليكم هيدي هيدا هيدا هيدي هيدي الرياكسيون. بس لازم تكتبوها وتحفظوها لانه هي الاساس. منا فيكم تطلعوا كل شيء. اذا حفظتوا احفظوا وين الكا ا وين الكا بريم ا شو هي الكا ا شو هي الكا بريم ا الكا بي الكا بريم بي. ولازم كمان اهم شغله تحفظوها هي انه لا فيكساسيون دو ا سور لانزيم باردون لا فيكساسيون دو ا سور لانزيم فا افيكتي طبعا لا ليزون دو بي سور لانزيم بار ان فاكتور الفا. دونك الكا بي الكا بي هي شو هي الاسوسياسيون دو بي سور لانزيم. إذا A ديجا قاعدة على الانزيم يعني رح تأثر على ليزون دو بي سور الانزيم بار ان فاكتور الفا. مشان هيك انا الكا بي هي كابريم بي والكا A هي كابريم A. بس لاحظوا انه الالفا هو ذاته وهيدي بدي شدد لكم عليها. ان فيت لا ليزون دو A سور بي اي دو بي سور A فون تيتر افكتي بار لو ميم فاكتور الفا. يعني بيأثروا على بعضهم بنفس الطريقة داكور لأنه نحن اوني دونز ان اكيليبر ثيرموديناميك. اوكي مشان هيك هن بيأثروا على بعضهم بنفس الطريقة. هلا نحن طبعا في عنا عدة كا لهيدي الألفا شو هي بدها تكون فيهم يأثروا على بعضهم بطريقة بوزيتيف اللي هني كنت بلشت أشرحها. هلا رح أرجع كمان أشرح لكم إياها أكثر لأنه رجعت غيرت شوي ديابويات لأنه خفت أنا حطيتها باثنين ديابو مختلفين بس لأنه خفت إنه أنتم تنسوا إنه الألفا هي ذاتها.
دونك جعد نزلوا بليز الفيرسيون الجديده من الكور. طبعا صلحت فيه كلكو تروك، كان فيه شويه اغلاط بالنقل، رجعت صلحتهم بليز. دونك نزلوا اخر فيرسيون من الكور. دونك في عندي عده فالور من هالالفا اللي هي طبعا بتاثر كيف ا بتاثر على ب وب بياثر على ا، بس نيناتهم كيف عم بياثروا على بعضهم؟ نيناتهم عم بياثروا على بعضهم بارلمان فكتور الفا، يعني ا عم بتاثر على ب بنفس الطريقه وب عم بتاثر على ا بنفس الطريقه بار لي كونستانت دو ديسوسياسيون اللي هن ك ب وك بريم ب وك بريم ا. داكور اللي هن هون، دونك ك بريم ب هي هون وك بريم ا هي هون. دونك ما تخلطون، ما تعتبروا انه ب بلس ا هي ك ك ك ب. اوكي نو، كيف بحفظهم؟ اي plus b لانه انا الكبي va être dépendre va dépendre de b لانه b va lier l'enzyme. elle peut soit lier l'enzyme libre soit lier l'enzyme déjà اللي هي كون بريزونت avec le substrat a. d'accord. وهيك على طول بس حط وحطوا قدامكم هيدي اي سؤال تنسالوا فيه، حطوا هالميكانيزم رياكسيونال قدامكم وتطلعوا حاولوا تجاوبوا انتم هالميكانيزم موجود قدامكم. اوكي طيب تعالوا ناخذ عده كا. Ça va s'appliquer à la A ou à la B, d'accord? Ça va vraiment s'appliquer sur les deux. Prenons le cas où l'alpha est plus grand que 1. Vous vous souvenez qu'il y a une relation qui va relier la vitesse avec KA ou K'1. Il y a 1 sur V égale 1 sur V max, 1 moins K'1 sur KA. Yani 1 sur V égale 1 sur V max, 1 moins K'1 qui est alpha KA ou KA. Alpha Ka sur Ka بيطلع عندنا alpha. Donc 1 sur V égale 1 sur V max 1 moins alpha. يعني الكا بريم A أصغر من الكا. شو يعني؟ تعالوا نفسرها أنا وياكم هلا شو يعني؟ أوكي؟ كا بريم A باردون سوري، كا بريم A أصغر من الكا. كا بريم A أصغر من الكا. Qu'est-ce que ça représente KA? Qu'est-ce que ça représente KA? KA c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente KA? هلا انا برجع عيدا لانه شرحتها اخر الوقت وهيدي فكره مهمه. دونك لانه برجع عن وي اسماعيل انزيم مع مع السبسترا ديسوسياسيون. ايه يعني ça représente une constante de dissociation de A avec l'enzyme. دونك هي الافينيتي بمعنى ثاني هي انفيرسومون بروبورسيونيل على الافينيتي دو سوبسترا ا سور لانزيم. داكور دونك كونستانت دو ديسوسياسيون معطول هنا في ليزون انفيرس بيناتهم. كل ما بتصغر الكونستانت دو ديسوسياسيون كل ما الافينيتي بتكون احسن. داكور طيب برايكم انتم مين احسن، الافينيتي دو ا بور لانزيم توت سول ولا الافينيتي دو ا بور لانزيم كومبلكسي افيك بي؟ إذا كا بريم أ أصغر من كا أ، مين أحسن؟ مين أحسن بالليزون بيناتهم؟ هل الليزون دو أ سور لانزيم ليبر أحسن ولا أ سور لانزيم كومبلكسي افيك بي أحسن؟ لا إذا أ لحالها أحسن. كيف؟ كيف طلعت معك هيدي؟ لأنه ما لحظة أكتف على الأنزيم بيكون ليبر يعني ما في عليه. يعني في كثير بتصير أكتف على الأنزيم. بس دقيقة لأن فاتحة الشباك ودور الموتور. بس دقيقة ارجعوا فكروا لي فيها بليز. يعني كابريم A، كابريم A هي الأفينيتي ريبريزنت الأفينيتي دو A بور EB. أوكي الA le K prime A représente l'affinité de A pour EB. Ou une relation, quel maquinet le K prime A à Zgar, quel maquinet l'affinité Ahsan. Min Ahsan, A lit l'enzyme libre ou le A lit l'enzyme complexé avec EB? Complexé avec EB. Très bien, chef Ismail. Badna, hek nahfazon. C'est très. Pat ou le HGMA. مشان هيك عدلت سلايدات لانه وبدي منكم تعرفوا انه اذا A عم بتحسن من الافينيتي باردون اذا B عم بتحسن من الليزون دو A سور لو سور لانزيم B رح تكون نفس الشيء. ليه؟ لانه الالفا هي زيت. اما نحن عم ننطلق من فكره انه دون ان اكيليبر ترمودايناميك والفا
ولي دو الاثنيناتهم هن عم بيأثروا على بعضهم بنفس الطريقة. دكار؟ دونك إذا أنا أصدر من أصدر من حالي بوزيتيف لأنه أم وألفا الألفا أصغر من أم، أم وألفا رح تكون فالور بوزيتيف دونك أن سيرفي بوزيتيف. دونك هون فينا نعتبر كمان أنه لا فيكساسيون دو سبسترا بي فا أوغمونتي لافينيتي دو لانزيم بو لو سبسترا أ إنفرسومون. مشان هيك كني بالديابويات كانوا مخلوطين أصلا سي سي لا ميم شوز هيدي أو هيدي هي ذاتها لأنه عندنا لو ميم ألفا بو لي دو. La liaison de A sur le complexe EB est plus facile que sur l'un. Non. Anna, constante de dissociation, ok. L'effet de différents paramètres sur cette constante de dissociation, ok. كمان يعني حطوا هالشيما رياكسيونال على طول قدامكم وقعدوا تطلعوا قالوا لكم زدنا هالشغله. طيب شو تاثير هالشغله على الكونستانت؟ شو الريلاسيون بين الكونستانت والافينيتي؟ كلهم هودي حطوهم براسكم وقت اللي بيكون في عندكم اي شيما رياكسيونال حاولوا انه انتم فو بوفي ان ديدوير فاسيلمون اذا كنتوا فاهمين شو يعني كونستانت دو ديسوسياسيون شو علاقه الكونستانت دو ديسوسياسيون بالافينيتي. داكور؟ دونك هلا انا وين رح نرجع ناخذ بلو تار انه الفا هي واحد وقت الكا ايجال كابريم 1 اي نت بالون اوكي دونك دي في دو ا سور بي با دي في دو بي سور ا الفا هي ذاتها الاثنين. دون سو كالا الفيتاس طبعا ال ان سور ايجال 0 هلا بتشوفوا شو يعني لا فيكساسيون سبسترا بي نو موديفي با لا فيليتي دو لانزيم بور لو سبسترا ا. وهون بتشوفوا انه البوان دو كونكورونس دي دروات يل فا سو سيتوي سور لاكس دي زابسيس. وقت الكا اصغر من الكا بريم ا يعني معناتها الالفا اكبر من واحد يعني الان سيرفي بتكون ان فالور نيجاتيف. هالبوان دو كونكورونس دي دروات يل فا سو سيتوي او دوسو دو لاكس دي زابسيس. اوكي هلا هن بيعتبروا بي اتن اكتيفاتور و اتن نفس الشيء اكتيفاتور بحاله الالفا اصغر من واحد وبحاله الالفا اكبر من عاد نعتبر انه البي هو انيبيتور. بس احنا هون عم نحكي طبعا عن انيبيسيون دو لا ليزون اوكي انيبيسيون دو لا ليزون دو ا سور بي اي دو بي سور ا دو ميم كو اكتيفاسيون ليزون دو ا سور بي اي دو بي سور ا. هيدا الجرافات اللي شايفينها انتم قدامكم اللي حاطين لكم اياها طبعا انتم كمان ما رح تحلوا الا هيك نوع اكزرسيس بالدي. مش مطلوب منكم الاكزرسيس الفا اكبر من حد وقت اللي بيكون عندكم point de concurrence des droites au-dessous de l'axe des abscisses. L'exercice اللي حنحلو انا وياكم ça représente essentiellement هذا اللي عم تشوفوا قدامكم وقت الكا الكا اصغر من الكا بريم باردون الكا اكبر من الكا بريم يعني liaison de b sur l'enzyme va augmenter l'affinité de a pour l'enzyme. هيدا اللي حتشوفوه قدامكم وهذا الجراف الموجود قدامكم. دونك حطوا نوت عند قدامكم هون دون سو كالا كا ا يعني انتم هذا الجراف اللي شايفينه قدامكم كا ا اكبر من كا بريم ا. دونك مثل ما انكم شايفين لو بوان دو كونكورونس دي دروات يل فا سو سيتوي وين او دوسو دو لاكس او دوسو دو لاكس من فوق الاكس. داكور دونك او دوسو دو لاكس. دونك بس يكون عندي اذا بدكم ميكانيزم سامبل ديبلاسمون او هازار les points de concurrence tabato اذا عندي كا ا دونك عندي 3 كا يا كا ا اكبر من كابريم ا ونفس الشيء بيكون كا بي اكبر من كابريم بي لانه نفس الفاكتور الفا او كا ا كا كابريم ا وكا بي ايجال كابريم بي او الكا الثالث طبعا ما راح يكون في عندكم اكزرسيس تحلوه عليه جوست الفو جوست سافوار هل الفا الافكت لافينيت ا سور بي اي دو بي سور. الاكزرسيس اللي مجبورين مسؤولين تحلوه هو وقت الكا اكبر من كابريم ا هذا اللي شفناه انا وياكم واللي اخذناه المره الماضيه. وهلا رح ناخذ انا وياكم وقت الكا ايجال كابريم ا وكا بي ايجال كابريم بي اللي هي عم بكون عندنا فيكساسيون ديبوندونت دي دو ديبوندونت دي دو يعني ا ما بتاثر على بي وبي ما بتاثر على ا. طيب تري بيان انا عندي هالاكزرسيس قدامي رح اجي رح يطلبوا منكم ترسموا جراف اللي دونك اول شيء بتعملوه بترسموا الجراف بريمير. شو هو الجراف بريمير؟ دونك قلنا عندنا هلا هن
لانه محطوطين على كذا ديابو. طبعا كان في عده افكار بدنا نطلعها منهم اول مره، بس انتم بعدين بترسموا الجرافات وبتحطوا بس الافكار على هالجرافات، وسبقت بلو فاسيل. طبعا انا مجبوره امشي بتسلسل معين لحتى توصلوا لفكره الفا مثلا، او ان سيرفي ايجال ان سيرفي ماكس ام الفا، مضطره كنت اعمل ديريفي لحتى نوصل لهون. بس انتم بتحفظوا الاخير من النهايه لحتى تطبقوه. اوكي، دونك حتجوا ترسموا الجراف 1 سور A، ورح ترسموا دونك الجراف بريمير دو A اللي هو 1 سور V ان فونكسيون دو 1 سور كونسنتراسيون دو A. شو فيني طلع منه هالجراف؟ بجي بحاول اعمل اكسترابولاسيون دو جراف. دونك بجي بقول انه على الاكس دي زي جراج عندي لي في ماكس. ليه؟ لانه انا اصلا شو عم برسم؟ عم برسم 1 سور V ان فونكسيون دو 1 سور A. هيدي دروات دو لاينيفر بيرك، كل دروات باس بار ان بوان اللي هو 1 سور V ماكس. هلا هون هيدي رح سميها كا ابارنت، ما بعرف شو هي بعد. هي انا بعرف انه عم بتاثر على الافينيتي دو ا سور بي دو ا سور لانزيم. داكور، هذا اللي بعرفه، انه بوجود البي عم بصير في عندي تاثير على الليزون دو ا سور لانزيم. كو ريبريزونت كام؟ كام ريبريزونت هي وقت اللي نحن كيف بدي اعرف انه هي كام؟ انا بتطلع وين الانترسكسيون avec droite avec l'axe des y. وقتها a va tendre vers l'infini. طب a امتى a tend vers l'infini؟ a tend vers l'infini وقت انا اي دروات منهم، اي دروات منهم عملت intersection avec l'axe، لانه انا هون عندي vitesse maximale apparente. دونك انا وين عندي le vrai v max؟ le vrai v max وقت اثنيناتهم vont tendre vers l'infini. a et b tend vers l'infini بيكون عندي la vrai v max. شو بتكون الكا ام؟ الكا ام بتكون كورسبوندنت على الفي ماكس الحقيقيه اللي بهالحاله هي موان 1 سور الفا كيم 1 اللي هي هون بنعتبر كمان هي زيتا. داكور، دونك اول شيء بجيبون انا بحاله ميكانيزم سيكونسيال او هازار عندي بوان دو كونكورونس دي دروات او دسو دو لاكس. اذا كا اكبر من كا بريم ا، اذا كا ايجال كا بريم ا، اذا كا اصغر من كا بريم ا، البوان دو كونكورونس بيكون من تحت الاكس. طبعا انتم مش مسؤولين تحلوا اكزرسيسات، مسؤولين تحلوا اكزرسيس بس وقت البوان دو كونكورونس بيكون او دسو دو لاكس من فوق، مثل الاكزرسيس مثل هيدا الموجود عندكم بالكور. داكور، دونك كل دروات بتعمل انترسكسيون سور ان في ماكس ابارنت. الفي ماكس الحقيقي لورسكو لي دو فون توندر فير لانفيني. اوكي، وقت الا والب فون توندر فير لانفيني. الكا ام ريبريزونت هي الانترسكسيون دو لا دو لا دروات اللي هي لورسكو ا اي بي تان فير لانفيني بيكون عند الكا ام. في انا عندي فالور اللي هي للكا ا، وفي عندي ريلاسيون بين كا ا وال 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 والكا بريم ا. بوم ما في داعي تعرفوا ولا ريلاسيون لانه ما عم تطبقوها، بس في عندكم اثنين بارامتر بدكم تطلعون بور لاسوسياسيون دو ا افيك لانزيم. عندنا الكا ا والكا بريم ا. الكا ا دونك هي ريبريزونت لاسوسياسيون دو ا سور لانزيم ليبر. كيف منطلعها؟ منطلعها لانه كا ا شو هي؟ كا ا رح ارجع عيد الاسوسياسيون دو او سور لانزيم ليبر. طلع كا ا هي وين؟ هي وقت اللي عم نعتبر ب مش موجوده. بمعنى عم نعتبر نحن ب مش موجوده، كا ا هي الاسوسياسيون دو ا سور لانزيم ليبر. اسكو ال فا اتر ديبوندونت دو ب؟ ريغاردي الكا ا ريبريزونت لو بوان دو كونكورونس دو توت لي دروات اون ان بوان. ليه؟ لانه انا اصلا ما مش لازم تكون انتو لليزون دو وقت بحاله الكا ا. ما الكا ا هي شو؟ هي كونستانت دو ديسوسياسيون دو ا بار رابور ا لانزيم. عندي بي مش عم بعتبر عندي بي، دونك كل الدروات رح يكونوا عامرين بالبوان دو كونكورونس. اوكي، اللي هو ريبريزونت حقيقيا ريبريزونت الكا ا. الكا ا اللي هي رح ارجع عيد الكونستانت دو ديسوسياسيون دو ا بار رابور ا لانزيم ليبر. اوكي، دونك كيف بطلع على الكا ا؟ بجي مثل ما قلت لكم برسم البوان دو كونكورونس تشاب بروجيكسيون سور لاكس دي زيكس طلعت معي كا ا. هلا الالفا كا ا فيني طلعها من هذه الجراف؟ اكيد لا، لانه انا ما بعرف امتى بي تنظر لانفيني. جو ني با ديدي، انا عم بشتغل بتيوب اس اي حتى ا وبي والانزيم مش عارفه انا اذا وصلت للانفيني ولا لا. ما بعرف اذا هيدي عن جد الفي ماكس ريال. هلا وقت فيني اعرف؟ فيني اعرف وقت بشوف الفالورات ما عم بيتغيروا بقى. يعني وصلت عم بتطلع الفالور وقفت خلص ما عم بقى تطلع. بتطلع على التابلو، بتطلع بلاقي الفالورات بلشوا يصيروا ان بو بلش اعرف انه انا وصلت على الفيتاس ماكسيمال. ذكر لانه انا يعني بكون تقريبا بلشت اقدر انه انا الفيتاس ماكسيمال صرنا بالان
يعني لانه طبعا ما راح تتغير يعني حنبلش نصير نحن فيتاس لا فري فيتاس ماكسيمال ايه وبعرف تقريبا انه وي بس المو الكا قصدي او الكابي اذا عم نرسم هي البوينت انترسكسيون بكون البي ايجال زيرو هون بنجيبها مو انسر كا بنقدر نطلعها لا هي 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 مش فور بي ايجال زيرو انتبه هي نيمبورت كونسنتراسيون دو بي مش فور بي ايجال زيرو هي بور نيمبورت كيل كونسنتراسيون دو بي لانه توت لي دروات فون باسي بار لو ميم بار لو ميم بوين لانه بهالحاله انت الكا هي البوان دو كونكورونس دو توت لا دروات كل الدروات بيمرقوا بنفس النقطه اوكي هي المو انسر كا هي الانترسكسيون مع الابسيس دو زيكس فوالا هي لي بروجيكسيون دو بوان دو كونكورونس سور لي سور لاكس سور لاكس دي زيكس طبعا هي أوكي. كمان بتعني وقت بي قال وقت بي ايجال زيرو بس انت فيك هي الكا هي شو مرجعوا للديفينيسيونات انا كثير بشدد ومعلش حتى لو اخذنا وقت بس بديكم تفهموا شو عم تشتغلوا سي سا لانزيمولوجي واحد يفهم شو عم بيعمل ان ريلي الاكسبيريمنتال ما بيكفي بنحفظ هيك وكيف ما كان كو ريبريزنت كا برجع بعيد كا هي للكونستانت دو ديسوسياسيون دو ا سور لانزيم ليبر تبقى بحاجه لبيل تعلق على الانزيم لا ما هي هيدي كونستانت هيدي كونستانت دو ا سور او A عم بتعلق على E ما في B K prim A هي A عم بتعلق على E B أوريجا قاعد على الأنزيم أوكي أوكي مش الحال مشان هيك أنتوا بتقولوا بور نيمبورت كيل كونسنتراسيون دو B مش ضروري B أكيد B إيجال زيرو لأنه أنت أصلا A رح تعلق على الأنزيم B موجودة ولا لا مش الحال دكور يعني دكور أوكي يعني رح أنتوا شو بدكم تجوا بترسموا لحتى لكم من الاخر بتعرفوا عن جد بقد بهمنا اخر شيء نحن نوصل شو بدنا نطلع فالورات وشو بدنا نحفظ راح اشرح كثير بس اوفينال راح تشوفوا تطبيق الاكزرسيس شيء بسيط منه هالقد شيء صعب لو بوان دو كونكورونس دي دروات اللي هو البروجيكسيون تبعته فا كوريسبوندر ا موان 1 سور كا اللي هي كونستانت دو ديسوسياسيون دو كومبلكس او ا او ا دونك منا بحاجه لبي نيمبورت كال بي او فاليي لا ا باردون ا فاليي او افيك اون كونستانت اللي هي كا الكابريما هي شو؟ الكابريما هي وقت البي اللي بريزون داكور؟ دونك عم بتأثر على بي هلا بهيدي الحالة طبعا في عندكم augmentation de l'affinité لأنه عندكم diminution de la valeur de كا يعني أنا هيدي بحالة الكا أصغر من كابريما كا أكبر من كابريما أوكي لأنه كابريما عم تصغر كل ما عم نزيد بي دونك سي لو كا دو كا أكبر من كابريما دونك لاحظوا على الأكس هي بالعكس بتكون ها وقت الكا بتكون اكبر من كابريم ا يعني انسر كا اصغر من انسر كا من ا موان انسر كابريم ا ما بدي اقول بالانفيرس ان فات ومع النيجاتيف كمان بتعقدوا بعد اكثر دونك نحن كل ما بنكون ابعد على الاكس كل ما الافينيتي بتكون احسن لاحظوا انتم وقت البي تنفر لانفيني عم نحسن بالافينيتي بهيدي الحاله نحن واللي قلناها نحن انه وقت البوان دو كونكورونس دي دروات بيكون او دوسو دو لاكس عندنا une meilleure affinité de A pour l'enzyme en présence de B لأنه B عم تحسن من الaffinité de A pour l'enzyme وهيدا عم نشوفه على الجراف ان فيت عم نشوف انه نحن كل ما الaffinité de A pour l'enzyme عم بتصير احسن هلا وين هي الكام الكام هي كيف بنطلعها بنقول انه الكام على طول وقت ال V max بيعمل وقت ال pardon الانترسكسيون دو لا دروات avec l'axe des x بس في عندنا بيكون V max ريال هون بهالحالة وين هي الفي ماكس ريال؟ في ماكس ريال لورسكو A و B vont tendre vers l'infini. لي A infini دونك في ماكس على الأكس، B infini دونك عرفتها هون بون ما بعرفها يعني بس إنه بون جو في بريتون مشان هيك حاطين لكم إياها على الشوري ما بنعرفها هيدي الدروات إذا عن جد B infini ولا لا. سافا ريبريزونتي الموان 1 سور كام، دونك أنا من هذا الجراف ما فيني طلع شيء فعليا إلا الكا 2. برسم الدروات بعمل بوان دو كونكورونس طبعا بعمل بروجيكسيون على الاكس دي زيكس بيطلع معي كا البروجيكسيون على الاكس دي زيكغ هي طلعناها قلنا نحن انه بور كونسنتراسيون دو ا ايغال موان كا بعتبر انه ال1 سور في ايغال 1 سور في ماكس 1 موان الفا دونك فيني طلع لي فالور دو 1 سور في بهالحاله دكور هلا بور بي تنفر لانفيني هذا اللي قلت لكم اياه دونك بكون عندي الفي ماكس الحقيقيه والكا بتكون كا بريم ا اللي هي الافي دو بي سور لا ليزون دو ا بور لانزيم
دونك اللي هي كمان سوف ريبريزونتي بما انه عندنا الفي ماكس الحقيقي دونك هون راح تكون هي الكي ام ا. دونك انا جراف بريمير دو ا والبي تذكروا انه نحن في عندنا سيمتري بين ا وبي بقدر طلع الكي ا وبقدر طلع الكي بريم ا باردون بقدر طلع الكي ا والكي بي لطلع هيدي ما فيني طلع الا من الجراف سكوندير. قلنا شو يعني جراف سكوندير؟ قلنا نحن عم نطلع الايكواسيون دو فيتيس. رح ارجع لكم لهون. لاحظوا انه عندكم في ريلاسيون بين اللي رح طلعها هون كان لازم افضل اكتب في ماكس ابارنت دو ا. اوكي لاحظوا انتم انه الفي ماكس ابارنت دو ا الفا ديبوندر دو لا كونسنتراسيون دو بي. بس يعني ما بعرف شو قلنا نحن لا فيتيس ماكسيمال دو دو باردون لحتى هون معلش ما رح يحل عني اليوم التيمز ما بعرف شو صاير. اوكي دونك لا دونك قلنا نحن في ريلاسيون بين الفيتيس ماكسيمال دو بي par rapport à la concentration de avec la concentration de A et la vitesse maximale de A avec la concentration de B. Donc Anna, les graphes secondaires qu'est-ce qu'ils représentent en haïa? Les graphes secondaires, ça va représenter la vitesse maximale de B en présence de A que je vais mettre sur un axe, hatta 1 sur A من تحت و 1 sur V max من فوق. Donc les graphes secondaires qu'est-ce qu'ils représentent? كتير عم بتضيقني الماوس. دونك الجراف سكوندير كاس كي ريبريزونت هي لا فارياسيون دو لا فيتيس ماكسيمال بس دو مين. اوكي اذا انا حاطة 1 سور ا من تحت سي جو سوي جي مي 1 سور ا من تحت ال 1 سور في ماكس راح تكون للسبسترات الثاني. يعني انا راح طلعه من وين؟ مشون هلا بالاكزرسيسات راح تفهموها اكثر. دونك مثل ما قلت لكم شاك بوين يل كوريسبون على فالور دو لوردوني على اوريجين ان سيرفي ماكس دون دروات دو جرافيك بريمير بور وين نجيبو من البي. اوكي دونك كونسنتراسيون فيكس دو ا ليكو على صعوبته هذا الشابيتر بس اكزرسيساته هينين واصلا فيكم تتاكدوا من فالوراتكم اذا صح ولا لا. ليه؟ لانه بالجراف سكوندير دو ا بتشوفوا انه عندكم الانترسكسيون افيك لاكس دي زيغراك كوريسبون على فيري في ماكس. الفي ماكس حقيقي ليه؟ لانه هون هيدي هي الفي ماكس بور بي وهون عندكم ا بور لانفيني. دونك وقت اثنيناتهم بيلتقوا يعني ا اي بي فون تاندفو فير لانفيني معناتها هيدي هي سافا ريبريزونتي لا في ماكس الحقيقي. ريغاردي في ماكس دو بي ايكال في ام سور 1 بلس كابريم 1 سور ا. اذا ا تان فير لانفيني يعني الفي ماكس الحقيقي راح تكون هي الفي ماكس ابارنت دو بي. يعني البوانت انترسكسيون دو لا دروات افيك لاكس دي زيغريك ريبريزونت لا فري في ماكس. دونك اذا هي لا فري في ماكس الانترسكسيون افيك لاكس دي زيكس فا ريبريزونتي لا فري كي ام اللي هي نحن بهالحاله تعتبر هي مو 1 سور كابريم ا يعني اللي هي مو 1 سور الفا كا ا لانه كا ا وكابريم ا ils sont reliés par la le facteur alpha كابريم ا ايغال الفا كا ا داكور. دونك بهيدا الاكزرسيس بتجوا بترسموا هلا حطيت لكم طبعا انا ريزومي بعدين لكل الميكانيزم وقبل التدي رح ارجع لكم اياهم لحتى يرجعوا يعلقوا. بدي احفظ الفيتيس سو فورم دو ميكاييل لسمانتن. بدي احفظ الفورمول دو لا فيتيس سو فورم دو لا نيفربرغ يعني وقت اللي بقلبهم 1 سور في ماكس طبعا مهمه انا احفظها 1 سور في ماكس. وبدي احفظ الريلاسيون بين الفي ماكس والكونسنتراسيون اللي هو السبسترا انفيرس داكور. بدي احفظها مع الكونسنتراسيون للسبسترا اللي هو انفيرس لانه انا منها عم طلع الجراف سكوندير داكور. هلا ما شفت انا دي زيكزيرسيس و vous avez une relation بين ال K apparent و ال K prime 1 يعني انا ما تحفظوها ما شفته رح احاول اذا اجى سؤال ارجع شيله لانه ما انكم مجبورين تعرفون. مجبورين تعرفون ترسموا الجراف le point de concurrence على الاكس دي اكس le point de concurrence des droites qu'est-ce qu'il représente que représente sa projection sur l'axe des x que représente sa projection sur l'axe des y. بحفظهم برجع بجي بتطلع وقت اللي عم بتزيد الكونسنتراسيون دو بار اكزومبل هون الافي دو ا سور بي بي فاريابل ا فيكس شو عم بيكون تاثيرها على الفي ماكس. لاحظوا انه الفي ماكس عم تطلع كيف عم تطلع سو كال فورم سو لا فورم دو 1 سور في ايغال 1 سور في ماكس 1 بلس كابريم 1 سور ا او الفا كا ا سور ا بتكون هي لانه هيدي منها رح ارجع اطلع الجراف سكوندير. اوكي
Lorsque A et B tendent vers l'infini, ils vont tendre vers l'infini, j'ai la vraie Vmax réelle qui, sur l'axe, sur le graphe primaire, va correspondre à l'intersection correspondant à moins alpha KB. Or, je ne sais pas dans le graphe primaire, parce que je ne sais pas là où est l'infini, ou là où est le B vers l'infini. D'accord? نرسم الجراف بريمير بنطلع منه كا او كا بي نجي نرسم الجراف سيكوندير بنطلع منه الفي ماكس الكي ام ا والكي ام بي اللي هن كي فون ريبريزونتي كا بريم ا او كا بريم بي وفيني منهم نطلع الفا اي منهم فيني كمان جو بو ديمونتري انه الالفا هو ذاته لانه اذا بدي اقسم كا على كا اذا بدي اقسم كا بريم ا على كا او كا بريم بي على كا بي رح يطلع معي نفس الترم اللي هو الفا دونك فيني بار سو مويان لا فيني جو بو ديمونتري انه هيدا السيستم الي ان اكيليبر دو سامبل ديبلاسمون او هازار بقول هيدا الميكانيزم هو سامبل ديبلاسمون او هازار ان اكيليبر رابيد اوكي طيب هلا بدنا ناخذ حاله وقت الكا بتساوي كا بريم ا والكا بي بتساوي كا بريم بي شو يعني؟ يعني ما في الفا يعني لا ا عم بيأثر على بي ولا بي عم بتأثر على ا شو يعني؟ يعني الكا ما عم تتغير يعني ما عندي كا بريم ا شو يعني؟ بالنسبة لهذا الجراف هون باردون رح حتى هون مثلا هيدي لا الكا كا وكا بي هن ذاتهم شو يعني؟ ما عاد عندي هالديفرنس هون هيدي شطة كا او او كا بي هي زيتا كا بي وكا بي كا بي وكا بريم بي هي زيتا وكا او كا بريم ا هي زيتا شو معناتها؟ يعني انا هذا البوان دو كونكورونس بدل ما يكون فوق العكس زحيته لتحت لانه رح ينطلقوا كلهم من نفس النقطه لانه لا ا عم بتاثر على بي ولا بي عم بتاثر على ا وهيدا اللي هي تو سامبلمون هيها رح نجي نرسمهم سي سي سا يعني سي سي سا تري فاسيل يا وي وي يعني بيلتقوا كل الدروات بيلتقوا يعني كلهم مع بعض يعني كلهم بيلتقوا بنفس المحل لانه لا ما عندي ما عندي ما في الفا الفا ما عندي كا ابارنت ما عندي كا ابارنت بهالحاله الالفا ايجال ا ما عندي كا ابارنت يعني الليزون اثنيناتهم هي اندبندنت يعني با ديفي دو بي سور ا انفيرسمون لانه الالفا هي واحد لانه كا ايجال كا بريم ا وكا بي ايجال كا بريم بي يعني الفا هي واحد ونعتبر انه دو سيت دو ليزون هن اندبندنت ما بياثروا على بعضهم لا بتاثر على بي ولا بي بتاثر على بي كل اثنين كل واحد قادر يقعد على الانزيم بنفس constant d'association وهذا اللي طبعا رح نطلع نحن الفيتاس ورح رح نحاول من خلال الاكسبرسيون دو لا فيتاس نقول ليش الكا رح تكون عندنا بوان دو كونكورونس على الدروات على الاكس دي باردون على الاكس دي زيكس ونرجع منها بدنا نقول وين الفي ماكس كيف بنطلع الفي ماكس نحن حقيقه شو بدنا نعمل نحن هون بهودي الاكسرسيسات بدنا نطلع لي بارامتر سينيتيك كا كا بي كابريم ا كابريم بي اللي هن يفون ريبريزونتي دون سو كالا كام ا وكام بي ونطلع الفي ماكس كل مره رح نحاول نشوف بكل ميكانيزم شو هن البارامتر سينيتيك اللي بدنا نطلعهم وحسب كل ميكانيزم في بارامتر سينيتيك يمكن يختلفوا شوي عن بعضهم رح نقولهم وين الاختلاف بيناتهم لحتى تقدروا تحفظوهم خلونا هلا وقت بنعتبر كا ا ايجال كابريم ا وكبي ايجال كابريم بي كيف بتصير الايكواسيون دو لا فيتيس إذا بتتذكروا الإكواسيون دو لا فيتاس وقت اللي كان عندي أسوسيسيون ديبندنت كانت 1 سور في إيجال 1 سور في ماكس 1 بلس كا بريم أ سور أ بلس كا بريم بي سور بي بلس كا بريم أ كا بي سور أ بار بي بطل في عندي كا بريم أ صارت كا أ إيجال كا بريم أ وكا بي إيجال كا بريم بي دونك الإكواسيون هي ذاتها بس بتشيلوا كا بريم أ بتحطوا محلها كا أ 1 سور في إيجال 1 سور في ماكس 1 بلس كا أ سور أ 1 بلس كا بي سور بي بلس كا أ كا بي كومتبلي أ بار بي هي خلصنا فو رومبلاسي كا بريم أ بار كا أ Vmax sur V, هيدي اللي بتهمنا ليه لأنه هلأ من خلال هيدي الإكواسيون بدنا نجي نشوف شو تأثير الـ A على الـ Vmax دو B شو تأثير الـ B على الـ Vmax دو A ما نحنا كسكم في عم نجي نحط الأنزيم مع السوبسترا بقلب التوب وعم نتطلع كل سرعة لفي دو B سور لا فيتاس دو A كل سرعة لفي دو A سور لا فيتاس دو B هيدا اللي بدنا نحاول نطلعه هسا عم نرسم الجراف نحن لنطلعهم هلا اذا الكا هي ذاتها يعني رح ينطلقوا من نفس النقطه وشو رح تتغير بقى؟ حتتغير لي فيتاس طيب خلينا نشوف من خلال الايكواسيون كيف الفيتاس ماكسيمال دو ا او الفيتاس دو ا بقت الفاريابل ان فونكسيون دو لا كونسنتراسيون دو ا وكيف الفيتاس دو بي فاريي ان فونكسيون دو لا كونسنتراسيون دو ا وهذا اللي رح نطلعه انا وياكم دونك دونك نحن بنجي بنرجع بنعيد كتابه الايكواسيون ليه؟ لانه نحن او فينال بدنا نجي نقول كيل ليفي دو لا بريزونس دو بي سور لا فيتيس دو ا اوكي وكيل ليفي دو لا بريزونس دو ا سور لا فيتيس دو بي اوكي
بيطلع معنا في ماكس سور في ايجال. نحن طبعا رانجي لي تيرم بشكل تقدروا تحفظوهم بسرعه كثير. هي ان بلس كا سور ا كو ملتيبلي ان بلس كا بي سور بي. تعالوا نطلع بعد اون ديتاي اكثر واكثر واكثر. هلا نحن الفيتاس ماكسيمال هي وقت ال ا تنفر لانفيني. اوكي الفيتاس ماكسيمال دو ا لورسكو ا تنفر لانفيني. فيتاس ماكسيمال دو ا عم بقول مش فيتاس ماكسيمال ريال. La vitesse maximale réelle lorsque A et B tendent vers l'infini. Lorsque A tend vers l'infini, on a un Vmax zagin. A tend vers l'infini. OK. KA sur A, 0. 1 plus 0, 1. Donc Vmax sur V égale 1 plus KB sur B. Donc, je suis magnète. La vitesse maximale de A lorsque A tend vers l'infini va être dépendante de B d'un facteur 1 plus KB sur B. OK. Les hiya, aslan, nous avons mis la vitesse maximale de A dans le graphe. كتبناها Vmax إيجال Vmax سور 1 بلس K'B سور B. بس بدلو K'B بK'B. هلأ منجي منقول هلأ طب تعالوا نشوف وقت الموان كA وقت الكونسنتراسيون دو A إيجال موان كA. وقتها كان في عندي البوان دو كونكورانس دي دروات على البروجيكسيون دو لاكس دي زيكس اللي هي اعتبرناها موان سور كA واعتبرناها لورسكو A إيجال موان كA. لورسكو A إلى فاريابل برينسيبال يعني أنا عم بطلع على دروات على الجراف حتى 1 سور A تحت و 1 سور في وعم بعمل عم بعمل الفارياسيون دو لاينوي فيربرغ. هلا بتشوفوها على الجراف اي دي لور كو ا ايغال موان كو ا. وقت ال ا بتساوي موان كو ا اون كونستات كو 1 سور في ايغال 0 اي 1 سور في ايغال 0 ايت ان فاريون اي نو ديبون بلو دو بي اصلا. وهذا اللي انه ا و بي ما لهم علاقه ان فيت ما بي ما بتاثر على ا و ا ما بتاثر على بي Il en est de même si on prend B comme variable principale et A imposé. Les doubles inverses sont tout à fait semblables. Kif barif nous aide le mécanisme où est séquentiel au hasard indépendante. Bas ersom le graphète tabroulé. Bjeb le yont naïneton. Les deux fil symétrie baïneton. Les deux ont une concurrence wen à l'axe des x. Là, tu vois kif et ils vont montrer un point de concurrence situé sur l'axe des abscisses. Donc, l'axe ento. Haïda. سيكونسيال او هازار انديبندون رح ارجع عيد دونك هيدا سيكونسيال او هازار انديبندون. اوكي يعني مثل هيدا بس الفرق انه كا ا ايغال كا بريم ا وكا بي ايغال كا بريم بي لانه الفالور الفا هو واحد. دونك كوم فو فويي اوكي عندي بهالحاله بوان دانترسيكسيون دي هو على طول نحن تذكروا كان البروجيكسيون دو بوان دو كونكورونس دي زاكس هو على الاكس دي زيكس هون بهالحاله لانه انديبندنت كا ما عم تتغير ما عم بتصير كبريم ا لانه كا ايغال كبريم ا يا با دو في دو بي سور ا ولا في دو ا سور بي. لاحظوا انه توت لي دروات كون باسي بار لو ميم بوين. شو اللي عم بيتغير بهالحاله؟ سي لا فيتيس. ريغاردي دونك نحن قلنا بلا نيفر بيرك اما بتتغير والفي ماكس بيتغيروا مع بعض هيدي الحاله اللي شفناها فوق يا كائم عم بتضلها هي ذاتها. بس مين اللي عم يتغير بهالحاله؟ عم تتغير الفي ماكس. كيف عم تتغير الفي ماكس؟ عم تتغير سولون 1 سور في ا ايغال 1 سور في ماكس 1 بلس كا بي سور بي. بنرجع فينا نحطها بالجراف سكوندير لنطلع الفي ماكس لانه طبعا احنا ما بنقدر نعرف وين الانفيني الا اذا طبعا مثل ما عم بقول لكم الا اذا طبعا لقينا هون عم نزيد بي عم نزيد بي عم بي وكلهم رح يرجعوا يمرقوا بنفس النقطه لانه بي خلص وصلنا لمحل اون فريمون ساتوري لانزيم افيك بي. يعني هون بهالحاله لا كونسنتراسيون دو بي الفا توندر فير لانفيني. بقدر اعرف اوقات حتى انزيمو سي دي فالور من الفالور انا للفالورات اللي معي هون اوقات جو بو ديدوير للميكانيزم ماني حاجه ارسم الجرافات ما الجرافات اجوا من الفالور دي فوا اون سامبلومون اون ريغاردون لي فالور فيني اعرف دو كوا ساجيتي. دونك هيدي هي وقتها بيكون عندي ميكانيزم سيكونسيال او هازار كا ايغال كا بريم ا اي كا بي ايغال كا بريم بي. دونك البوان دو كونكورونس بدل ما يكون الاكس من فوق ونعمل له بروجيكسيون لحتى يطلع لنا الموان سور كا ا رح يكون في عندي بروجيكسيون ما في عندي بروجيكسيون رح يكونوا توت لي دروات فون باسي بار لو ميم بوان دو كونكور اللي هو موان سور كا ا داكور. هلا الفيتاس ماكسيمال طبعا دو ا ان بريزونس دو بي هي الي فاريابل وهذا اللي عم شوفه اصلا عم شوف انه كل ما عم زيد بي في ماكس ال اوغمونت لانه طبعا je quand même je forme plus de complexes EAB en présence de B. Donc 1 sur VA égale 1 sur V max 1 plus KB sur B. Donc في عندي relation qui va lui relier هيدي كل les points من هون. OK كل
le point ici, donc ça représente une Vmax. Quelle Vmax elle est reliée par l'autre Vmax par un facteur 1 plus KB sur B. D'accord? نفس الشيء إذا رجيت ورسمته حطيته 1 sur concentration de B هون على الأكس des X ورسمتوها ورسمته 1 sur V vous allez obtenir le même profil. ما أصلا نحن عنا السيمتري بعدنا عم نحكي نحن بعدنا بالأوهازار وبعدنا عنا cette symétrie d'équation entre A et B مثل بعضهم اثنيناتهم بس هون je traite un cas très particulier où KA égale K'A et KB égale K'B association هي indépendante بيناتهم. Donc, وقتها بيجي برسم لي جراف كيف بعرف اذا dépendante او indépendante؟ بالdépendante بيكون في عندي point de concurrence au-dessus de l'axe pour A et pour B لانه مثل بعضهم exactement راح يكونوا اللي بيساعد صراحه تحفظون لانه مثل بعضهم. Donc, la projection à l'axe est Z, le graphe primaire ou le graphe secondaire est Z. On ne fait pas de choses. Voilà, donc, le graphe primaire, les primaires ou le secondaire, ou Z, pardon, les primaires, le 1 sur V, F1 sur A, 1 sur égale F1 sur B, exactement le même profil. Vous avez un point de concurrence de moins 1 sur KA pour A et de moins 1 sur KB lorsque je trace le graphe en fonction de B. Ou quel Vmax, on est le point d'intersection, là, c'est la Vmax qui va être variable. Comment elle varie? Elle varie de la relation 1 sur Vmax, 1 plus KA sur A. Donc, bien maintenant, il y a des relations, ben, les différentes Vmax sont aujourd'hui. On est qui est 1 plus K'B sur B, on est ou 1 plus K'A sur A, on est là, on ne fait K'B, on ne fait K'A, on fait le KA. Donc le KA, il représente en réalité le KM1, bien le halé. Donc, on برسم le graphe secondaire, يعني انا ما في عندي كان اطلع لانه الكام 1 هي زيتا الكا والكام بي هي زيتا الكبي هلا فيني من الانترسكسيون للاكس ارجع اتاكد انه هي زيتا داكور بس لحتى بور كونفيرمي لانه انتم عم اوقات انتم عم ترسموا الجرافات تبعكم ممكن تغلطوا فو بوفي تو سويت فيريفي فو فالور دو نوفو بترجع طلع معي نفس الفالور فوق معناتها تمام شغله صح طلع معي نفس الفالور فوق يعني شغله صح داكور دونك بيجي برسم الجراف سكوندير ليه برسم الجراف سكوندير لانه انا ما بعرف الفي ماكس الفي ماكس ما فيني طلع من الجراف بريمير الا عم بقول لكم بحاله وحده طبعا انا اذا بشوف الفالورات اخر شيء وقت اللي عم بعلى كثير بالكونسنتراسيون دو ا او دو بي طبعا حسب سي جو تريت 1 سور ا 1 سور في هون قد ما اعلى ببي عم شوف انه الفيتاس تقريبا بلشت تصير هي ذاتها ما عم بتتغير بقى معناتها بلشت اعرف انه هي الفي ماكس تبعي برجع بشوف هل الفي ماكس اللي طلعتها من الجراف قريبه للفالورات هذيك ولا لا دكار دونك بالاسوسياسيون انديبندونت lorsque je vais tracer le graphe primaire de A, bitla mai point de concurrence de droite au niveau de l'axe des X qui va correspondre à moins sur KA, Vmax qui va être différente et qui va être affectée par un facteur 1 plus K A sur A pour B, 1 plus KB de B pour A, donc le واحد منهم تحطوا l'inverse تبعها donc l'effet de B sur la vitesse maximale de A et l'effet de A sur la vitesse maximale de B. وبيجي برسمهم بجراف سكوندير فيني ارسم بس واحد منهم لحتى اطلع الفي ماكس مش ضروري ارسم الاثنين على في على وافضل ترسمون اثنيناتهم لحتى تتاكدوا من الفالورات دو كابي اللي طالعين معكم بس دونك فوالا وقت اللي بشوف هيك نوع من الجرافات بقول بقدر اقول انه لا فيكساسيون الي انديبندونت دونك هون لا بونت ريبريزونت كابي سور في ماكس طبعا اذا رجعت عملتوا لها ديفلوبمون 1 سور في ا ايغال كابي سور في ماكس كومتبلي بي بلس 1 sur Vmax. Donc, le pente représente KB sur Vmax, OK. L'intersection avec l'axe des Y représente la vraie max réelle, la vraie Vmax. L'intersection avec l'axe des X représente moins 1 sur KB. Ou les Z, en Aslan, bonjour, le point de concurrence de droite sur l'axe des X. D'accord? Donc, بالنسبة لحتى بور لحتى أعمل لكم ريزومي دونك للميكانيزم سيكونسيال أو هازار رح ناخذ دو كا سامبلومون في تروازيام كا بتحفظوا بس وقتها بتكون الفالور يعني بتحفظوا كده ننطلق من هون بس ما كيف فينا ننطلق من هون قبل ما نعمل كل الشرح انتم مسؤولين كاكزرسيس تحلوا وقت الالفا اصغر من ا والفا ايجال ا وقت الالفا اكبر من ا انتم مسؤولين تعرفوا الفكره كيف بتاثر ب على ا و ا على ب دونك يفون بلوتو ديمي
diminuer l'affinité, oui, tout à fait, parce qu'on va augmenter le K'1, donc l'affinité va être plus faible, mais pas meilleure. Voilà, donc alpha أكبر من واحد en survey بتكون بهالحالي négatif. Donc هيدا ما في exercice cette année, بس بتحفظوا الفكرة. Les deux exercices اللي بتكون تحفظون هو وقتها أكبر من K'1, donc هيدا الexercice بتقولوا انه point de concurrence بيكون من فوق العكس. بعمل projection بتطلع K'A و K'B بحالة graph primaire. بالسكوندير بتطلع K'M1 و K'M2 اللي هني correspondant K'1 K'B وبتطلع منهم ال Vmax. اوكي, والحالة الثانية وقت K'A إيكال K'1, يعني بهالحالة با دو ديفي دو A سور بي, عندي فيكساسيون انديبوندونت. كيف بقدر فرق بيناتهم لهو اثنين كا؟ بهديك بيكون في عندي بوان دو كونكورونس دو دوات او دو سور دو العكس, والبوان دو كونكورونس بيكون على عكس على فيكساسيون انديبوندونت. داكور, خلص السامبل ديبلاسمون او هازار. هلا رح ناخذ انا وياكم الميكانيزم سامبل ديبلاسمون اوردوني. هلا هون نحن اون فالو تريتي ان دو ايتا, ليتا دو كازي اكيليبر. الايتا دو كازي اكيليبر بيخليكم تفرقوا بين الاوردوني والاوازار, لانه رح تشوفوا الاسبي دي جراف ديفيرون بيناتهم. رح نعمل ديريفي للايكواسيون, رح تشوفوا ديجا انه من الايكواسيون للفيتاس دغري فيني اعرف انه هيدا اوردوني. بس وقتها من اون فالتريتي ايتا ستاسيونير, مش مطلوب منكم يعني ان فيت, بس مطلوب منكم تعرفوا الفكره بالستاسيونير. رح تشوفوا انه اذا نحن انزيم تشتغل على الستاسيونير بالستاسيونير باوردوني, من الاسبيل جراف مستحيل نعرف اذا هي او هازار او اوردوني. اون بو با سافوار لا ديفيرونس دو تو. دونك رح نبلش انا وياكم اول شيء نرجع نفهم الميكانيزم كيف بيصير. مشان هيك اول ايتاب بقول لكم على طول اكتبوا وحطوا لي ديفيرونت كونستانت, ومنها بتطلعوا الديريفي دو ليكواسيون دو لا فيتيس. لازم اول شيء تحطوا قدامكم الميكانيزم شو بيصير, لانه اي سؤال رح تنسالوا عنه دغري تطلعوا شو عم بيصير عندكم بالكونستانت. اوكي, كيسكي سباس. دونك دون ان تيل سيستم اللي هو سامبل ديبلاسمون اوردوني, بهالحاله عندي اوردر دو فيكساسيون اوبليغاتوار, مضطر امرق ب اوردر معين دو فيكساسيون. ا سو فيكس دابور, ب سو فيكس ابري. اوكي, لا نحن سميناهم ا وب بالاكزرسيس, ما راح نعرف مين ا من ب الا لنرسم الاسبي دي جراف. اوكي, دونك هون نحن عم نسميهم ا وب طبعا لحتى نعمل ديريفي للايكواسيون ونحاول نعمل لها كورلاسيون على اللي عم نشوفه بالاكسبيريمنتال. دونك او بلس ا اي او ا, دونك عندي لا كونستانت داسوسياسيون دو ديسوسياسيون دو كومبلكس او ا, يعني ا اي او ا. في عندي ابري ما في عندي هذه الاتاب, دونك على اكيد بي بلي لانزيم اكيد, بس انه ما في عندي هالكومبلكس ترنير. لو سول لا سول فورماسيون دو كومبلكس ترنير فا باسي لورسكو ا لي او افون. دونك في عندي فيكساسيون دو بي ابري بور فورمي لو كومبلكس ترنير او بلس بي. دونك دون ان تيل سيستيم لورد دو فيكساسيون اي اوبليغاتوار. لو سوبسترا ا دو سو فيكسي ا لانزيم ليبر او avant le substrat B. En d'autres termes, le substrat B ne peut se fixer qu'au complexe EA. Un autre complexe, un complexe ternaire EAB est toujours formé. Ou la vitesse de la réaction taban va dépendre de la formation de ce complexe ternaire le EAB. D'accord? Donc on va traiter le mécanisme bi tariqtin, bi l'état de quasi-équilibre ou bi l'état stationnaire. Ou rah tchoufo enno fi différence za ana l'enzyme tchtghel bsar'a ou l'enzyme tchtghel 'a mahla. نحن بالإتاب دو كازي إكليبر رح نشتغل بأنزيم بلوزو موا إلنا الإتاب دو كاتاليز بتكون ليميتانت, يعني الأنزيم الكومبلكس إلي فورمي بس الأنزيم منا سريعة كفاية لحتى تطلع كل الكومبلكس أو أبي. دونك أوني دون زان إكليبر دو أو أبي, يعني الإكليبر دو أو أبي هو كيفا أون بو ديكتي كيف بتصير الرياكسيون أنزيماتيك. بالإتاب ستاسيونير لا, نحن في عنا الكادو بدها تفوت بقلب الكالكول تبعنا الكونستانت دو كاتاليز. ليه؟ لأنه الاتاب ستاسيونير كادو اون بو با لا نيجليجي. الانزيم قويه وبتقدر تعمل هالاتاب دو كاتاليز, يعني لورسكو لو كومبلكس او ابي لي فورمي اون فال انزيم بتقدر تعمل له كاتاليز. ما بنقدر نعمل اون بو با نيجليجي هيدي الاتاب دوفون لا فورماسيون دو كومبلكس او ابي. دونك رح نبلش بالاتاب دو كازي اكيليبر لحتى, وهون بما انه الاتاب دو كازي اكيليبر للميكانيزم سامبل ديبلاسمون اوردوني. اوكي, رح نقدر نقارن بينه بالإتاب كازي إكليبر للهازار.
On a pété l'état stationnaire au hasard, tout simplement parce qu'il est très complexe. Et à qu'on droite de la Neuwirth-Berkman en droite, où l'équation elle est très complexe, mais on ne traite pas, ma fait un ou l'exercice, ou la chie, ou on traite le simple déplacement au hasard à l'état stationnaire. نحنا بس بنعطيكم الستاسيونير بالديبلاسمون اوردوني تو سامبلومون لانه بيشبه الكازي اكيليبر تبع الاوزار سي لو ميم اوكي بيشبهوا كثير ما بنقدر نفرق بيناتهم بالكازي اكيليبر سي اون تريت اون انزيم على تاع دو كازي اكيليبر بين سامبل ديبلاسمون اوزار وبين سامبل ديبلاسمون اوردوني قادرين نفرق بيناتهم وهلا بتشوفوا سي تري فاسيل دو ديفيرونسي انتر لي دو اي سي تري فاسيل اوسي دو sortir les différents paramètres cinétiques. Yeah. Nous allons voir le calcul de vitesse. Et dans le calcul de vitesse, nous allons voir que c'est facile de différencier entre le mécanisme simple déplacement au hasard ou le mécanisme simple déplacement ordonné. Dans l'état stationnaire, c'est difficile. Yeah. Donc, nous allons faire la dérivée de l'équation. Nous allons faire la même manière. La même manière. Nous allons voir que c'est comme vraiment un jeu. C'est tellement facile, les hier, même tous les lois de conservation de l'enzyme, on cherche un des espèces enzymatiques. Donc, on est loi de conservation de. Ah ouais, chérie, on a les choses les constantes de dissociation. Pardon, mais là, ouais, chérie. Donc, je connais les constantes de dissociation en ion, en K A ou K B. OK. Le KA, dans ce cas-là, représente EA sur EA. E, concentration de A par A sur EA. Le KB, c'est EA, dans ce cas-là, qui fait un petit peu. Et le premier chiffre, c'est qu'on sera à un temps, c'est l'équation du mécanisme. On peut les constantes à l'ayant. Mais l'équation, mais les constantes, les hâtes et tout, fait qu'on a l'ordre les différentes relations. Donc, E plus A, t'as-t-il EA, donc fait un compte KA. EA plus B, EAB, t'as-t-il compte KB. Et puis, fait un compte l'étape de catalyse, les YK. Alors, bien sûr, on remarque que le mécanisme A a de bictir. Un compte E plus A, K1, K1, K-1, EA plus B, K2, K-2, etc. Et nous, on va négliger, maintenant, on travaille avec la période initiale, on travaille avec des vitesses initiales. Donc, à tout, on considère que nos P et Q sont négligeables. ما عم نفوت بي وكيو ابدا بالكالكول تبعنا ليه لانه عم نعتبرهم سون اوني دون اون فيتاس انيسيال ما في عندنا فورماسيون دو برودوي او او ديبي دو لا رياكسيون دونك كا ا ايغال او بار ا سور ا كا بي ايغال او ا بار بي سور ا بي لوا دو كونسيرفاسيون دو ماس دي لانزيم بتقول عندي لا سوم دي ديفيرونت اسبيس دو لانزيم اللي هن موجودين E total égale E plus EA plus EAB لانه انا شو عندي اسبيس انزيماتيك اللي هن complexe formé avec l'enzyme, un des E libre, un des EA ou un des EAB. La vitesse, elle dépend de quoi? La vitesse dépend de l'étape de catalyse. Mais nier l'étape de catalyse, la formation du complexe EAB. Donc, quelle est l'espèce enzymatique en fonction de mienne, en fonction de EAB? Donc, E égale KA par EA sur A et EA égale KB par EAB sur B. Donc, E0 égale KA par EA sur A, plus KB par EAB sur B, plus concentration de EAB, remplaçant EA, là, on a une valeur de EA, on va en fonction de EAB, KA par KB sur EAB sur B, sur A, plus KB par EAB sur B, plus EAB, là, on a, on va la vitesse maximale, pardon, l'équation de la vitesse, en fonction de EAB. Heidi, Heine, Ktir, là, tu vois, c'est belle chose, je te le dis, c'est très facile, c'est très, très facile. Donc, E total égal, il y a KA, KB sur AB, que multiplie EAB, plus AB sur B, par EAB, plus EAB. Mais je vais vous dire que E total égal EAB, KA par KB sur AB, plus KB sur B, plus 1. En multipliant par K4 les deux termes, on obtient V max égale V, que multiplie KA par KB sur A par B, plus KB sur B, plus 1. V égale V max. 1 plus KB sur B plus KA par KB que multiplie A par B. Je vais vous donner l'équation de simple déplacement au hasard. Je vais vous rappeler que vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. EAB égale E total. 1 plus K'A sur A plus K'B sur B plus K'A KB A sur A par B. Je vais vous dire que K'A sur A. بطلت تنجو
D'accord, donc Anna, je peux très facilement déduire l'équation de, mais l'équation de la vitesse, le mécanisme, la notale là-haut, V égale V max, 1, ça fait un des K'A sur A ou K'B sur B, plus K'A KB sur AB, ça fait un des V égale V max, 1 plus KB sur B, plus KA KB A par B. طبعا بطل عندي الكابريم كمان. طيب هلا نفس الشيء مثل ما عملنا للسامبل ديبلاسمون وازار بالكازي اكيليبر، خلينا نشوف للاردني. رح نجي نكتب هيدي الايكواسيون، شو تاثير البي على الآ وشو تاثير الآ على البي لحتى نفهم الجراف اللي طلع معنا. من التاثير دو آ سور بي ودو بي سور آ بقدر انا اتخيل الجراف شو بده يطلع معي. يعني رح اجي اكتب الايكواسيون لحتى بطريقه حتى ان فونكسيون دو لا كونسنتراسيون دو آ او ان فونكسيون دو لا كونسنتراسيون دو بي. اوكي دونك V ايغال V ماكس، برجع عم بعيد كتابتها داكور بطريقه انه انا اكتبها دو لا V ايغال V ماكس ابارونت كو ملتيبلي لا كونسنتراسيون دو A سور K A ابارونت بلس A0. داكور دونك انا عم بحاول ارسمها بطريقه اكتبها بطريقه اقدر دغري اعرف شو تاثير ال B على الفيتيس دو A، فيتيس ماكسيمال وين K A. كل مره هيك بكل ميكانيزم بكل ديريفي بدي احاول افهم انا عم بزيد شيء بقلب التيوب وعم بطلع على الفاريابل. اوكي عندي ا فاريابل، طيب انا وقت عم بزيد شيء على هذا التيوب شو عم بتاثر لي على الـ على لي ديفيرونت بارامتر اللي موجودين بقلب اللي هن اون ريلاسيون افيك سيت فاريابل. دونك خلينا نشوف نطلع انا وياكم ومن هيدي الايكواسيون اون فا ديدوير لو جراف. دونك في ايغال في ماكس كو ملتيبلي ا سور KA par KB sur B, plus KB sur B multiplié A, plus A. Donc, on a réarrangé les termes. V égale V max sur 1 plus KB sur B. J'en ai la chou. J'en ai la neuf ce terme li chifné. J'en ai la neuf ce terme li chifné. L'ajout, non, le V max, elle est divisée par le même facteur. Nous avons dit que V max de A par rapport à B, il y a un des atouts, A ou de B par rapport à A, mais tout le monde a un des 1 plus. هلا بحالة الديبندنت كان عندي كابريم A سور A أو كابريم B سور B، بحالة الانديبندنت كان عندي كB سور B أو كA سور A. هون A V max سور A بلس كB سور B. دونك لاحظوا على طول جو ديفيز بار لو ميم فاكتور، دونك كثير هين احفظه، سو ني ديفيسيل اني احفظه. إيغال A بلس كA بار كB سور B بلس كB. دونك خلوني اطلع انا وياكم شو تأثير الB على الV max. دونك لاحظوا انه سي بو لو ميم بروفيل دو جراف اللي شفته انا بحاله الـ تقريبا بحاله ال اوازار تقريبا انا ان بو لو ميم افي سور لا فيتيس ماكسيمال. داكور وعندي افي كمان سور كا بار ان فاكتور اللي هو كبي سور بي بلس كبي. اوكي دونك هلا على الجراف ببين معنا اكثر طبعا. اوكي طيب نجي هلا تعالوا نشوف وقت اللي اون فا ريارانجي ليكواسيون دو سيت فيتيس اون فونكسيون دو كي. هلا عم بشوف شو تاثير A على ال B، يعني انا بدي اجي اكتبها دو لا فورم في سوري ما بعرف اذا عندي مشكله حدا عم يتحكم لي باورديناتوري انا وعلى ال انا وعلى ال بعد بعدهم مبينين ديابويات ولا لا؟ اسكو فويي الديابو او با؟ بيرقص لحاله. ايه داكور. دونك شو تاثير الا على الفيتيس دو بي؟ ريارانجي ليكواسيون دو لا فورم في ايغال في ماكس ابارونت كو ملتيبلي بي سور كا ابارونت بلس بي. دونك في ايغال نرجع نجي ريارانجي كا في ماكس سور كا بار كا بي سور كو ملتيبلي بلس كا بي سور بي بلس 1. دونك في ماكس ايغال V égale V max que multiplie B sur concentration de B plus KB 1 plus KA sur A. Vous avez l'impression que V max va être derrière de B, mais indépendant de A. Donc, c'est le différent entre eux. Ce qu'on va traiter bien simple déplacement au hasard à l'équilibre ou bien simple déplacement ordonné à l'équilibre, la première chose, il n'y a pas de symétrie de l'équation. OK, c'est la première chose. ما في عندي نفس الاكسبرسيون دو لا دو لا فيتيس دو ا بار رابور ا بي دو بي بار رابور ا ا في عندي اون ديفيرونس. وغير عن هيك لاحظوا انه الفي ماكس ال ني با افكتي بار لا بريزون دو ا دون لو تيوب. شو يعني وين رح يمرقوا كل الدروات برايكم؟
إذا ما في تأثير للآ على البي وقت برسم الجراف بريمير تبعولي، كل سرعة الفي دو دو آ سور لا فيتيس ماكسيمال دو بي بهالحالة؟ مين بيقدر؟ ما رح يتغير أبدا، ما بتتغير الفيتيس ماكسيمال. دونك لو بوان دو كونكورانس دي توت لي دروات ال فون باسي بار لا فيتيس ماكسيمال. وهون بقدر ميز السامبل ديبلاسمون او هازار كازي اكيليبر، السامبل ديبلاسمون اوردوني كازي اكيليبر، لانه البروفيل تيناتهم بالحاله في ماكس. حط لكم اياهم هلا كله مكتوب، ما تخافوا كل شيء مكتوب رح ارجع اعيده مره ثانيه، لانه بعرف اول مره سي ديفيسيل انا عم بشرحهم، ما عم نرجع نعمل اكزرسيسات، برجع بعيدهم مره ثانيه خلص بيصيروا فريمون سي لي ميم كي فون سو ريبيتي. دونك في ايغال في ماكس بلس بي. دونك لاحظوا انه ليكواسيون دو لا فيتيس حاجه تحكي كل شيء، بس ليكواسيون دو لا فيتيس بهاد سو سيت فورمولا il faut pas tout mémoriser. بس انا بحاجه لهم حتى لكم اياهم لحتى نوصل لهم، يعني je suis obligé de dériver les équations v égale v max que multiplie b sur concentration de b plus. لاحظوا انتم الكاب اللي افكتي par un facteur 1 plus k a sur a. donc il y a une relation entre kb et la concentration de a و elle est inversement proportionnelle. يعني lorsque la concentration de a augmente طلعوا لي kb 1 plus k a sur a. وقت الـ A augmente، كيف عم تتغير كـ B en votre lorsque A augmente؟ كـ' B عم تـ'diminue. Diminue، donc A عم تحسن من الأفينيتي de B pour l'enzyme. Donc A est un activateur بهالحالة. OK؟ Donc A عم elle va augmenter. Elle va diminuer quand même, donc elle va augmenter l'affinité de B pour l'enzyme. Donc, c'est ce que vous avez dit. Donc, les deux équations, on remarque que pas de symétrie dans l'équation. Il y a un se fixe d'abord puis de B. Donc, si vous regardez l'équation de la vitesse, ما في مثل حالة كان عندي نفس الإفي دو A سور B بور لا في ماكس ونفس الإفي بور لي كونستانت دافينيتي. هون أنا هيدي ما عندي إياها، عندي في ماكس دو A كي ديبون دو B والكا A دو A ديبون دو B طبعا كا بريم A دو A إذا بدكم أو الكا أبارنت أنا رح سميها سي ميو كا A أبارنت رح نسميهم وكا B أبارنت. ألور كو لا فيتيس ماكسيمال دو B لاحظوا انه هي اندبندنت دو ا والكابي دو ا دو كابي هي الكابي يعني دو بي الي ديبندنت دو ا والي انفيرسمون بروبورسيونيل. دونك وقت ال ا بتعلى دونك بيكون في عندي ديمينيسيون دو كابي. دونك الافينيتي طبعا احسن لاليزون دو بي ا لانزيم الي طبعا الي ميور، وهيدا الشيء طبيعي لانه بي الفا سو فيكسي اون دوزيام والكمبلكس E A B اللي بس فورمي لورسكو A اللي بريزنت. وهذا الميكانيزم اصلا من الاساس قلناها نحن، بس عم نبرهنها اكثر بالكالكول، عم نبرهنها كمان انه في ريلاسيون اللي هي K B 1 بلس K A سور A. دونك اون ريمارك با دو سيمتري دون ليكواسيون، A سو فيكس دابور بوي B، لا فيتيس ماكسيمال ابارنت بور A اي K M ابارنت سونت افكتي بار لا بريزنس دو B، V max est affecté par un facteur de 1 plus KB sur B, K apparente est affecté de KB sur B plus KB. La vitesse maximale apparente de B n'est pas affectée, comme vous voyez ici. V max de B est indépendant de A. Donc, le point de concurrence des droites pour B, les imbibes au plus loin, c'est le V max. Donc, finalement, le V max est loin, finalement, on a le graphe primaire de B. KM apparente de B est affectée d'un facteur de 1 plus KA sur A, inversement à la concentration de A, donc diminue lorsque A augmente, donc A est un activateur, on a le K apparente de B égale KB 1 plus KA sur A. OK? خلونا نشوف هلا الجراف بريمير دو ا والجراف بريمير دو بي. لاحظوا انتم الجراف بريمير دو ا اوكي عندهم بوان دو كونكورانس او ميم بوان اللي هو دون سو كالا رح يكون عندي بيشبه تقريبا اللي شفناه انا وياكم بال 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 سامبل ديبلاسمون او هازار. دونك لو بوان دو كونكورانس دي دروات lorsque vous allez faire la projection, on va avoir le moins 1 sur K1. OK. Maintenant, il y a une chose ici. Lorsque vous allez rajouter B,
لاحظوا دونك هون اوكي هيدي اول كونسنتراسيون دو بي لاحظوا سي لا بروميير كونسنتراسيون دو بي ما بعرف اذا عم ببين نفس الوقت او عم دل عم تشوفوا معي بنفس الوقت ولا لا هلا جو سوي ان تران دو دوتيليزي لو كورسور vous êtes en même temps de trouver la première concentration de B من فوق دونك شايفين كيف تاثير البي على الا دونك دونك كل سنس على طول هيك dans ce sens là دونك on est en train de voilà عم بيكون في عندي التاثير dans ce cas là comme ça hop OK عم بيكون في عندي augmentation de la vitesse d'une valeur اللي قلناها 1 sur V اللي هي 1 plus KB sur B d'accord هلا هون في شغلة اوكي سي اسي امبورطون اوكي اذا جينا نطلع البونت دو سيت دروات البونت دو سيت دروات هي KM sur V اوكي دونك اذا طلعناها والفي ام هي ديبندون دو KB بيطلع معنا انه البونت ايغال 1 sur VM que multiplie KB, que multiplie KA sur B. D'accord? Le B tend vers l'infini. بتلاحظوا انه le pente égale 0. Donc, اخر droite. اللي هي lorsque B tend vers l'infini. OK? اخر واحدة. عندي une pente بتكون égale à 0. بتكون le pente nulle. OK? Donc, هون بهالحالة, la pente elle est nulle. Et elle passe lorsque B tend vers l'infini. هي هاد droite حتى تلكون اياها بالاحمر هون لحتى تشوفوها مضبوط. C'est cette droite-là. هي la limite lorsque B tend vers l'infini. On a une pente اللي هي nulle. Où l'intersection de cette droite représente Vmax. Donc, OK, donc c'est l'intersection de cette droite, اللي هي pente تبعها égale 0, représente Vmax. Là, vas-y, donc vous voyez. À chaque fois que vous êtes en train de rajouter B, le cas apparent, taban am tzghar, lano le moins 1 sur cas apparent, elle va être am tbaad al axe. Donc, quand même, fait anna une meilleure affinité de A pour l'enzyme. Donc, le cas constant, ana chou bdi tala, donc bji bersom le graphe primaire, btala anno bikoun fi andi points de concurrence. Sur l'axe au-dessus de l'axe من هون بعدي ما فيني اعرف هل هيدا هل هالشيء هو simple déplacement au hasard ولا simple déplacement ordonné je peux pas savoir من الاسبيت de ce graph là لانه في عندي point de concurrence des droites au-dessus de l'axe هلا فيني اعرف اذا كانوا حاطين لي البونت نول يعني اذا حاطين لي دروات وفي عندي هالبونت نول بقدر اعرف لانه طبعا بالراندوم وبالاردوني مختلفين عن بعضهم في عندي هون ليميت دو بونت نول بس هيدي بدكم تحفظوها من هيدي بال يعني كيف طلعناها سي با امبورطون اذا كان في عندكم اون بونت نول هون فيكم تعرفوا كمان انه هي ممكن تكون اردوني دونك من الجراف بريمير دو ا ما فيني اعرف بعد اذا انا وازار ولا اردوني لانه الاسبي دي كورب هي ذاتها عندو نو بوان دو كونكورونس على الاكس عندو نو بوان دو كونكورونس والبروجيكسيون هي موان كا موان سور كا يعني فيني طلع منها الكا جو بو با سافوار بس لاحظوا انتو الفرق الاساسي بين السامبل ديبلاسمون او هازار والسامبل ديبلاسمون اوردوني على تا دو كازي اكيليبر هي شو هي الجراف بريمير دو بي يعني انا اذا باكزرسيس جيت رسمت الدروات ولقيت البوان دو كونكورونس تبعهم هو ذاته بمرق بالكا ما بقدر اعرف الا لمين لارسم البي إذا الـ B طلع عندي بروفيل مثل الـ A لأنه عندي سيمتري بين A و B دون سو كالا ما فيني أقول هلا لحتى لكم هلا بقدر أقول إنه هو أكثر إذا عرفته أكيد كازي إكليبر يعني هيدا وازار إذا ماني عرفته إذا ماني عرفته إذا كازي إكليبر رح يكون في عندي بعد اللي هو الاتستاسيونير تبع الأردني طيب دونك essentiellement pour déterminer le mécanisme simple de déplacement ordonné quasi équilibre لاحظوا اذا عندي quasi équilibre وبدي فرق بين au hasard ou ordonné le graphe primaire de A بيكون هو Z c'est un peu le même aspect راح اقول ما عدا طبعا عندي هيدي الليميت دو بونت اللي هي نول ليه لانه ريسك بي تان فير لانفيني حسب هيدا الديريفي اللي طلعناه البونت اللي نول دونك الدروات بتكون باراليل على الاكس هون لاحظين حطيت لكم اياها بالاحمر دروات بتكون باراليل على العكس
بالجراف بريمير دو بي هو الاساس لفرق بيناتهم. اذا انا جيت عملت حطيت الان سيرفي ان فونكسيون دو ان سيرفي وطلع عندي بوان دو كونكورانس دو توت لي دروات على الفي ماكس، شو معناتها؟ معناتها انا جو سوي على تاد طبعا دو كازي اكيليبر، جو بو سافوار كو جو سوي دون ان ميكانيزم اوردوني او ا سو فيكس دابور اي انسويت بي. لانه هلا بعدنا برهنينا وقت ال سو فيكس دابور بي دو بي طلعنا الايكواسيون دو فيتاس، برهنا انه مكمل ابارون دو ا سورا افكتي لو فاكتور سويفون 1 بلس كبي سور بي كا ا سورا افكتي بار لو فاكتور سويفون في ماكس قلنا دو بي ني با افكتي دونك كل الدروات رح يمرقوا بنفس الفي ماكس اور الكبي اللي افكتي وطلعناها كمان اللي هي كبي افكتي بار لو فاكتور 1 بلس كا سور ا داكور. دونك فوالا دونك هون طبعا بور دي كونسنتراسيون دو ا كي تان فير لانفيني اذا جينا اخذنا الايكواسيون دو لا هون دونك لورسكو ا تان فير لان فير لانفيني بتعرفوا كثير منيح انه ك ابارنت دو بي فا تاندر فير ك بي واللي بنشوفها على الكورب هون لورسكو ا تان فير لانفيني فو فويي تري بيان انه البوان دانترسيكسيون هي موان 1 سور ك بي. دونك بدكم تحفظوا الايكواسيون دو لا فيتيس سو فورم دو ميكايليس مانتن، تحفظوها منها بتقدروا تطلعوها سو فورم دو اصلا هي هينه، واهون شيء تحفظوها انا من رايي في ماكس سيرفي ومنهم بتطلعوا السينيتيك ميكايليان ايكواسيون دو سينيتيك ميكايليان اللي هي في اي ايجال في ماكس بار ا سور ك ام بلس ا او في اي ايجال في ماكس بار بي سور ك ام بلس بي، وفيكم تطلعوها من الانفيرس الانفيرس اهون اذا حفظتوا في ماكس سيرفي لانه سبقت بلو فاسيل انكم تطلعوها دو لا فورم ايجال ايغري اكس بلس بي. طلب هلا الجراف سكوندير، الجراف سكوندير دو ا منين بنطلعوا؟ الجراف سكوندير دو ا فينا نطلعوا برايكم الجراف سكوندير دو ا؟ الجراف سكوندير دو ا هو الفارياسيون دو لا فيتيس ماكسيمال دو بي دو بي ان فونكسيون دو ا، فينا نطلعوا برايكم؟ فينا نطلع الجراف سكوندير دو ا افوتر افي؟ الجراف سكوندير دو ا هي الفارياسيون دو لا فيتيس ماكسيمال دو بي ان فونكسيون دو ا. الجراف سكوندير دو ا هي لا فارياسيون دو لا فيتيس ماكسيمال دو بي ان فونكسيون دو ا. الجراف سكوندير دو هي الفاريياسيون دو لا فيتيس ماكسيمال دو بي ان فونكسيون دو ا. وين هي الفيتيس ماكس؟ اسكو لا فيتيس ماكسيمال دو بي فاري اصلا بالاساس؟ لا لا ما فيني طلع الجراف سكوندير دو ا ان فونكسيون دو لا فيتيس ماكسيمال دو بي لي لانه الفيتيس ماكسيمال دو بي الي ان داكور. دونك انا عاده بس بدي طلع جراف سكوندير دو ا فيني طلعه من الكبي ابارنت لي لانه الريلاسيون هي مثل ما قلت لكم هي كب ابارنت ايجال كب 1 بلس ك ا سور ا في ماكس ابارنت نو فاري با. عاده بنستعمل الكب وبنقدر نطلع منها الكب او الك ا. هلا عاده هودي الجراف سكوندير بالاكزرسيس مش كثير بحاجه نعملهم، بس انا حطيت لكم اياهم لانه باوقات بتلاقوا بارتيكلات مستعملون. نحن فيكم ترسموا لحد هلا نحن شو فينا نطلع لحتى ارجع عيد الجراف دو بريمير دو ا فينا نطلع الكا ا، الكا بي ما فينا نطلع، فينا نطلع الفيتيس ماكسيمال كمان لانه عندنا بوان دو كونكورونس دو دوات اون ميم بوان اللي هو فيتيس ماكسيمال. دونك الجراف بريمير دو ا بهالحاله بخلينا نطلع الكا ا، والجراف بريمير دو بي بخلينا نطلع الفي ماكس. الكا بي ما فينا نطلعها، الكا بي ما فينا نطلعها لانه هي لورسكو ا تنفر لانفيني وانا ما بقدر اعرف وين الانفيني بالجراف بريمير. دونك كيف فيني طلع كا بي؟ فينا نطلعها بعدة طرق، فينا نطلعها من الجراف سكوندير دو ا لأنه في ريلاسيون أنتر كابي إلى كونسنتراسيون دو ا، أوكي؟ دونك فينا نطلعها كمان من الجراف سكوندير دو بي لأنه عندي 1 سور كا ا أبارنت إيغال 1 سور كا ا 1 بلس كونسنتراسيون دو بي سور كابي، داكور؟ وفينا نطلعها من الجراف سكوندير دو بي نفسه اللي هي بتحطوا الفيتيس ماكسيمال أبارنت دو ا، الفيتيس ماكسيمال أبارنت دو ا اللي فاريابل. وبعدنا عم نقول انه لا فيتيس ماكسيمال ابارنت دو ا ويني حتى ارجع لكم عليها، لا فيتيس ماكسيمال ابارنت دو ا اللي تي فاريابل دو في ماكس 1 بلس كبي سور بي. دونك انا فيني طلعها من الفيتيس ماكسيمال دو ا، يعني فيني اشتغل نفس الشيء مثل ما عم بشتغل الاكزرسيس سامبل ديبلاسمون او هازار، فيني طلعها من الجراف سكوندير دو بي، فيني طلع الكا كبي اللي هي كمان ريبريزونت كا ام بي، داكور؟
des relations بين ال Vmax de A avec la concentration de B. Donc, حتى أرجع عيد. بالسامبل déplacement ordonné. Le graphe primaire de A va montrer un point de concurrence des droites okay, au-dessus de l'axe. طبعا هلا بحالة كتير محددة. Au-dessus de l'axe. في عندي effet de B sur la vitesse maximale de A par la formule Vmax égale Vmax apparent de A égale Vmax 1 plus KB sur B. Hein? Donc, B al hal fini amel graphe secondaire de B. من الgraphe primaire de A, أنا فيني طلع الكا. Donc, برسم le point de concurrence, projection, بيطلع معي الكا. Le graphe primaire de B, كل الدروات بيمرقوا بنفس النقطة. أنا مجرد ما كون عندي سيستم كازي إكيليبر. واحد منهم بيّن الأسبي مش point de concurrence au-dessus de l'axe. واحد منهم بيّنت أنه عندي intersection sur l'axe دي زيغريغ. بما أنه هو كازي إكيليبر وعندي point de concurrence دي دروات au niveau de l'axe des y, يعني عندي la même Vmax, بقدر أقول دغري, il s'agit d'un simple déplacement ordonné en quasi-équilibre avec A se fixe en premier et B se fixe d'abord, لأنه وقت اللي أنا السبسترال اللي هو عنده نفس ال Vmax, برهنها هلا أنا وياكم, بيكون هو va se fixer en deuxième. Très bien. OK? شو بدي طلع؟ بقول لكم بيكون en déduire les paramètres cinétiques. Je peux calculer K1 dans le graphe primaire, je peux calculer le Vmax. Le KB m'a fini de là, l'anouï représente une concentration lorsque A tend vers l'infini. Je ne peux pas, en fait, la calculer. Et lorsque A tend vers l'infini, ou l'achat, on a quel ma amzid A, quel ma l'affinité, l'achat, qui fait peut-être gagner le droit de tête. OK, quel ma l'affinité de B, on a inversement proportionnel. الريلاسيون دو كابي بار رابور على كونسنتراسيون دو ا كابي عم تصغر الافينيتي عم تعلى داكور وهذا الشيء اللي حكيناه من قبل طيب طلعت من الجراف بريمير كا طلعت الفي ماكس بقي عندي كابي ما فيني طلعها كابي فيني طلعها بثلاث طرق مختلفين فيني اشتغل كنت عم بشتغل بالاعزار يعني بجي برسم الانسر في ما الانسر في ماكس هون انتبهوا دو ا اللي في ريلاسيون مع مين؟ مع الان سو كونسنتراسيون دو بي، مينا في نرجع نفس جو بو ريتروفي لا ميم فالور دو في ماكس، لازم تكون هي ذاتها اللي موجوده بالجراف بريمير دو بي، الانترسكسيون دو لا دروات افيك لاكس دي زيكس، دو سيت دروات افيك لاكس دي زيكس، موان سو كابي اللي انا ما قدرت طلعها، ما قدرت طلعها طبعا الجراف بريمير لانه بدي كونسنتراسيون دو ا كيتان فير لانفيني، اي دون لو تيوب ما بقدر اعرف اذا انا صرت بانفيني. بقدر اعرف امتى وقت اللي عندي الانترسكسيون دو سيت دروات لانه بعرف هون بي جو سوي انا جو سوي دون ا الانفيني عندي موان سور كا ام بي بقدر اطلعها من هيدي الطريقه دونك فيكم اذا بدكم تشتغلوها اذا مطلوب منكم بس تطلعوا البارامتر السينيتيك فيكم تشتغلوا تحفظوا مثل ما عم تحفظوا بالنسبه للاوازار لحتى ما كثير تعقدوا راسكم بس بدي منكم تحفظوا كمان انه فينا نطلعها بعده طرق الكابي فينا نطلعها بالريلاسيون افيك الكونسنتراسيون دو ا من الجراف سكوندير دو ا دونك بتحطوا الكا ابارنت دو بي ان فونكسيون دو لا كونسنتراسيون دو ا دونك هون على الاكس دي زيكس بيكون عندكم ا سور كونسنتراسيون دو ا على الاكس دي زيكس بيكون عندكم الكا ابارنت دو بي الجراف سكوندير دو بي دونك كمان فيكم تطلعوا هون بتكونوا عندكم ا سور كا ابارنت دو ا لانه في ريلاسيون افيك كا بي اللي هي كا كا بي سور كا بي بلس كونسنتراسيون دو بي Donc, 1 sur KA, بيطلع معكم apparent, il y a 1 sur KA, 1 sur plus concentration de B sur KB. Donc, voilà. Le KB, il y a, في كون التلعوة هون, بتكون moins KB ici, l'intersection de cette droite avec l'axe des X. Donc, في ثلاث طرق تلعوا الKB. أهون واحدة طبعا تحفظوها هي اللي مثل الوازار. اللي عندكم الفيتاس ماكسيمال d'apparent de A qui varie en fonction de B, والintersection de cette droite représente KMB, مثل الوازار. في طريقتين مختلفين تانيين اللي هي جراف سكوندير دو ا والجراف سكوندير دو بي اثنيناتهم منهم فيكم تطلعوا انتم الكابي دون سو كلام داكور؟ يا وليه عم نستعملهم هودي؟ طبعا انا ما فيني استعمل الفي ماكس ابارنت دو بي تو سامبلومون لانه الفي ماكس ابارنت دو بي نو شانج با اوكي؟ يا هلا الاتا ستاسيونير هلا الاتا ستاسيونير مش مطلوب منكم صراحه تعملوا الديريفي بس رح حفظكم الايكواسيون والبروفيل دي جراف بدون ما نفوت بكثير تفاصيل الاتا ستاسيونير بس على السريع بعد معي تقريبا بس بدي اعطيكم بعد ربع ساعه ووقف بالاتا ستاسيونير دو بي بدنا نفوت بالكالكول تبعنا الكادو داكور
دونك اوني اوبليجي دو فير رونتري مين كادو دونك ما فينا نجي نطلعها بنفس الايكواسيون اللي هي ka égal ou kb égal ou نعمل الكونسنتراسيون دو ab égal en fonction de k kb هون ما نطلعها ابدا من هذه الطريقه بدنا نعمل d de e à b sur dt égal 0 اللي هي استاسيونير و d de a b va dépendre de k2 لانه قلت لكم الانزيم بهالحاله عم تصلح لك e à b منو باكيليبر ne pas négliger k4 devant كل هيدي الايكواسيون اللي من بعدها بدها تفوت بالكالكول يعني بقلب الكالكول تبعنا بده تفوت ك2 بقلبها فيكم تعرفوا تطلعوا بس انه اللي بدكم تشوفوه انه v max sur v بدها تصير 1 plus 1 sur concentration de a plus 1 sur concentration de b plus ka sur a par b لاحظوا اذا عم نعمل الاتاس ستاسيونير اذا عم نعمل السامبل ديبلاسمون اوردوني كانه هو اتاس ستاسيونير ما a صارت بعدها تفوت بالكالكول هلا اذا بتتذكروا وقت اللي عملناه اون اتا ديكيليبر الفيتاس كانت v max 1 plus b sur b plus kb sur a par b بينما وقت اللي عم نجي نعمل كانه هو بقت ستاسيونير يعني كان هي مش نحن عم نعمل هلا بتنقط نقطه تنقيط سريعه كثير وبالتالي الكاتاليز اتاب بوتونت اون بو با اي اون بو ديفيرونسي انتر لي دو لاحظوا هون تاس ستاسيونير اوردوني الايكواسيون دو لا فيتاس تبعته بتشبه مين ال اوازار تشبهها للوازار سامبل ديبلاسمون لانه طلعوا الايكواسيون دو لا فيتاس بالكازي اكيليبر اوردوني الان سور ا طيرناها صار في عندنا ان بلس ك بي سور بي بلس ك ا ك بي سور ا بار بي بالاردوني تاس ستاسيونير رجعنا فوتنا الك ا والا on pouvait plus la négliger là non bel calcul là انتوا فيكم ترجعوا تشوفوا الكالكول كيف طلعناه حددت لكم اياهم طبعا هون الفالور للك ا كام ا مختلفه شوي في ماكس سور في ايجال معقد كثير ما بدي كثير يعني حتى اتفقنا انا دكتور مازن انه vous n'êtes pas obligé de faire ni la différenciation de l'équation بس تقدروا تعرفوا انه البروفيل للاتا ستاسيونير بالاردوني هو ذاته للبروفيل للكازي اكيليبر او هازار دونك في ماكس سور في ايجال 1 بلس كا ا سور ا بلس كا ام بي سور بي بلس كا ا بار كا بي سور ا بار بي وانتم تذكروا وقتها نحن قلنا بالاو هازار الكا ا كانت كابري الكا ام ا كانت الكابريم ا والكا بي كانت الكابريم بي دونك كانت الفورمول للايكواسيون تبع السامبل ديبلاسمون هازار كانت في ماكس سور في ايجال 1 بلس كابريم ا سور ا بلس كابريم بي سور بي بلس كا ا كابريم بي ا بار بي Donc, on va retrouver plus ou moins la même équation. Ça va être très difficile de différencier bien et simple déplacement au hasard équilibre ou simple déplacement ordonné et stationnaire. C'est très difficile de séparer entre les deux. L'aspect des graphes, c'est exactement le même. On a exactement le même aspect des graphes. Un qu'on a point de concurrence au niveau des droits de l'axe, donc au niveau de point de concurrence de toutes les droites. Les projections représentent moins 1 sur KA. La vitesse, ça peut être que 1 sur V égale 1 sur V max 1 moins alpha, on retrouve la même chose. 1 sur V égale 1 sur V max 1 moins KMA sur A. طبعاً بس السينيفيكاسيون دو كام بهالحالة بتختلف لأنه لاحظوا الكام آ بهالحالة هي منا كابريم آ سور الكام آ هي منا كابريم آ منا كآ سور ألفا الكام آ هي كاكات سور كآن الكام بي هي كاموان دو بلس كاكات سور كدو دونك السينيفيكاسيون دي تيرم اي كومبلتمان ديفيرانت والميكانيزم اللي من وراهن اي كومبلتمان ديفيرانت دونك كومون بوتون ديفيرونسيي لي دو طبعاً les études cinétiques بهالحاله ne permettent pas de différencier entre les deux يعني اذا انتم جيتوا عملتوا graph primaire de a بين معكم point de concurrence des droites طلع معكم moins 1 sur k donc voilà فيكم تعرفوا انه هيدي moins 1 sur k بس ما فيكم vraiment vous ne pouvez pas extrapoler sur est-ce que c'est un mécanisme simple déplacement au hasard ou simple déplacement ordonné on ne peut pas vraiment différencier entre les deux بين السامبل ديبلاسمون اوردوني اتا ستاسيونير وبين السامبل ديبلاسمون او هازار ان كازي اكيليبر اذا بالكازي اكيليبر بنقدر نفرق بس هو بين الاو هازار والاوردوني ليه من البي
البي اللي عندنا بوان دو كونكورونس دو دوات على الفيتيس ماكسيمال بالسامبل ديبلاسمون اوردوني دونك اللي هو ايتا ستاسيونير بيشبه كثير لوازار لاحظوا سي لو ميم اسبي عندكم لي بوان دو كونكورونس مع بروجيكسيون العكس دي اكس هي كا ا ونفس الشيء للبي دونك فوز الي افوار اكزاكتومون لا ميم شوز هلا مش مطلوب منكم يعني ما منا طالبين منكم اكثر من هيك ما رح نعمل رح نفوت بالديتاي دو شاك انا اللي بهمني تعرفوا انه السامبل ديبلاسمون اوردوني على ستاسيونير والسامبل ديبلاسمون او هازار كازي اكيليبر عندنا لو ميم اسبي دي جراف بور ا اي بور بي الجراف بريمير دو ا والجراف بريمير دو بي ما عندي بلا عندي جراف بريمير دو بي فون ريبريزونتي لا ميم لو ميم بروفيل ولاحظوا انه الجراف بريمير دو بي هلا نحن طبعا يعني اذا عم نتطلع على البروفيل دي ميكانيزم ما بنقدر نعرف لانه الايكواسيون سي لا ميم سي ان بو لا ميم بس واذا عرفنا يعني اذا قايلين مثلا انه نحن عارفين انه هيدي الانزيم بتشتغل على تا دو كازي اكيليبر بهالحاله بنعملها وبنطلع بنقول البروجيكسيون على الاكس دي اكس فا ريبريزونتي موان 1 سور كا اتسيترا بنعملها مثل السامبل ديبلاسمون اوزار اصلا بكل الاحوال انتو سامبل ديبلاسمون اوردوني ما في اكزرسيس عليه يعني انتو فو نيت با اوبليجي دو كالكولي لي بارامتر سينيتيك بس الفكره الوحيده اللي بتكون تعرفوها انه لاسبي دي جراف بريمير دو ا اد بي سون لي ميم كو سو بور لو سامبل ديبلاسمون او هازار نفس الشيء وما بنقدر نفرقهم بار لي تود سينيتيك لازم نعمل دوتر مانيب بور بوفوار ان فيت لي ديفيرونسي داكور دونك هيدا بس اللي المفروض تعرفوه هلا بس هون فكره صغيره بدي اقول لكم اياها لاحظوا انه انا اذا كنت بعرف يعني انا اذا كنت عارفه انه هيدا سامبل ديبلاسمون اوردوني تا ستاسيونير لاحظوا انه البروجيكسيون وقت اللي بجي بعمل كالكول واتسيترا وقت اللي بعمل بروجيكسيون للبوان دو كونكورونس دو بي سور لاكس دي اكس سا ريبريزونت بلو كابي سا ريبريزونت ان تيرم تري كومبلكس اللي هو كا ا سور موان كا ا سور كا ا بار كا ام بي دونك باردون موان سور كا ام ا سور كا ا بار كا ام بي ça représente un terme beaucoup plus complexe. Et طبعا يعني c'est très compliqué de sortir toutes les valeurs. Donc مشان هيك انتم ما تكونوا ولا اكزرسيس عليه. الهدف الاساسي بس تعرفوا انه l'aspect des profils de du simple déplacement au hasard à l'équilibre et du simple déplacement ordonné à état stationnaire. اذا كانوا اثنيناتهم بالequilibre c'est très facile de différencier بين simple déplacement au hasard والordonné لانه عندي point de concurrence des droites sur l'axe des y pour b. بينما بالاردوني او هازار على الكليبر والاردوني باردون بالسامبل ديبلاسمون او هازار على الكليبر والسامبل ديبلاسمون اردوني على التاستاسيونير لاسبي دي جراف هو ذاته التريتمون اذا كنت عارفه طبعا انا اذا عارفه انه هو اردوني باردون او هازار على الكليبر بطلعه مثل ما بطلعه بالعكس البروجيكسيون سور لاكس دي اكس موان كا اتسترا بطلع الموان كا من الـ من الـ من الجراف بريمير بروح على الجراف سكوندير بطلع الكا ام ا والكا ام بي بطلع الفي ماكس بس بالاردوني سبقت بوكو كومبليكي حتى لاحظوا انتم بالنسبه للفالورات اللي هن على الاكس كمان سون اسي 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 ديفيسيل سون تري ديفيسيل ا تريتي دونك فوالا هلا هون حطيت لكم اياهم من شوف دي كالكول سامبل ديبلاسمون ايتا ستاسيونير بس منه مطلوبين منكم يعني ان فيت اذا حابين تعرفون فيكم تقرون انتم كل المطلوب منكم بس تعرفوا انه الاسبي دي جراف بالسامبل ديبلاسمون اوردوني على ايتا ستاسيونير سي لو ميم كو سولوي دو سامبل ديبلاسمون او هازار على الكيليبر بالايتا ستاسيونير على الكيليبر في فرق بيناتهم طبعا شو الفرق بيناتهم رح ارجع لكم اياهم لاحظوا انه بالاكيليبر في فرق اساسي انه عندنا بوان دو كونكورونس دي دروات سور لاكت دي زي غريغ اللي منه بقدر اعرف كمان انه بي سوفيكس ان دوزيام ا سوفيكس ان بريمير اوكي بكل جراف بتحفظوا كيف فيني طلع الكا ا كيف فيني طلع الكا بي الكا ام ا والكا ام بي والفيتاس ماكسيمال طيب بعد في عندي فيني اذا بس ربع ساعة لأنه البينج بونج ما في شيء كتير هين البينج بونج يا شني أربعة أو خمسة ديابويات دونك أعطوني لحتى خلص في المرة هيدا الشابيتر إذا بتسمحوا لي يعني أن كاردور 20 مينوت
البينج بونج كتير هين تفرقوا بيناتهم. دونك شو هو البينج بونج؟ اذا بتتذكروا البينج بونج قلنا انه سولي اون بروميير، بعدين في فورماسيون دون دو نانزيم كي فا براندر ان جروبمون من السترا ا ايل فا ليبري لو برودوي. دونك الانزيم بتصير موديفيه، بصير في عندي انتري دو سبسترا بي على الانزيم موديفيه لحتى يصير في عندي اخر شيء ليبراسيون للبرودوي. مش مطلوبه منكم طبعا الديريفي للايكواسيون، انا حطيت لكم اياهم للناس اللي هن كيوريو. On va la traiter sous forme de l'état stationnaire بهذه الحالة. Okay. Donc, أنتوا بس المطلوب منكم تحفظوا الإكواسيون de la vitesse. لاحظوا الإكواسيون de la vitesse. أنا إذا عطيتكم الإكواسيون de la vitesse فيكم دغري تعرفوا شو تيب دو ميكانيزم. لاحظوا أنه اللي بهذه الحالة V égale V max 1 plus KMA sur A plus KMB sur B. ما عندي KA par KB sur B. J'ai pas du tout ça. D'accord. لاحظوا سي اسي سامبل كوم تيرم، ايغال في ماكس 1 بلس كام ا سور ا بلس كام بي سور بي، فور ا فاريابل اي بي فيكس، 1 سور في ايغال كام ا سور في ماكس كومتيبلي 1 سور كونسنتراسيون دو ا بلس 1 سور في ماكس كومتيبلي 1 بلس كام بي سور بي، فور بي فاريابل فيكس. تحفظوا الايكواسيون. الاسبي دي دروات لاحظوا سا نا ريان افوار، ما في لا بوان دو كونكورونس ولا شيء. سو الفرق الاساسي بين السامبل ديبلاسمون والدبل ديبلاسمون، بالسامبل ديبلاسمون على طول عندي بوان دو كونكورونس، جي توجور ان بوان دو كونكورونس فوق الاكس على الاكس تحت الاكس حسب كل فالور شو هي حسب كل ميكانيزم شو هو. بالبينج بونج الفرق الاساسي بيناتهم انه لي دروات سون باراليل. اوكي دونك لي دروات سون باراليل. الانترسبسيون افيك لاكس دي زي غريغ شانج اللي هي 1 سور في طبعا ايغال 0، كار ا اي بي سولي او ديفيرونت فورم انزيماتيك او اف ريسبكتيفمون. هلا ليش هن باراليل؟ لانه لا بونت ريست لا ميم. شو هي البونت؟ البونت هي ك ام دو ا سور في ماكس. لا ليزون دو ا اي بي اي ريفرسيبل اون ريزون دو لا ليبراسيون دو برودوي. ماني ما راح افصل لكم الميكانيزم، بس انتم بحاله البينج بونج لازم تعرفوا انه الانترسبسيون افيك لاكس دي زي غريغ change لانه A et B vont lier des différentes formes enzymatiques où la pente reste la même car la liaison de A et B est irréversible en raison de la libération du produit. هلا شو en général عاده انتو بترسموا الجراف سكوندير بهذا. دونك ترسموا اول شيء ال كثير هين رح نعمل اكزرسيس عليه كمان. دونك رح تجي تحطوا 1 سور في ان فونكسيون دو 1 سور كونسنتراسيون دو ا، 1 سور في ان فونكسيون دو 1 سور كونسنتراسيون دو بي، رح يبين عندكم دي لينيو باراليل. بس يكون عندكم باراليل فيكم تقيلوا بيك بونغ. بس يكون عندكم بوان دو كونكورونس دي دروات ما في شيء الا لارسم داكور. واوقات برسم شيء مثل اكزرسيس الكرياتين كينا بتطلع فيه سافا تري ديفيسيل فريمون دو سيباري بين الاردوني والاوازار من الاسباب الديفرنسيال. الا اذا مثل حاله مثلا في الديبلاسمون اوردوني على الكيليبر عند بوان كورونس دي دوات على وعندي ميم في ماكس، ساعتها فيني اقول انه هو بوان كونكورونس على الاكس دي زيكس عند نفس الكا ايجال كيم ا وكبي ايجال كابريم بي. هودي اللي هن بنقدر نميزهم دغري بنقدر نعرفهم. اكزرسيسات فون تورني اوتور دونك رح يكون عندنا اكزرسيس سامبل ديبلاسمون اوازار، بيرجع عندنا سامبل ديبلاسمون انديبوندونت اوازار، وفي عندنا الاوردوني سيكونسيال بس على تا كوازي اكليبر مرحله مو فا تريتي على تا ستيونير، عندنا البينج بونج. دونك مجرد ما طلعوا عندنا بينج باراليل بينج بونج، طيب منين بدي طلع الكا ام؟ شو بده يطلع انا من هيدا؟ شو في عندي بارامتر سينيتيك بدي طلعها؟ بدي طلع الكا ام ا والفي ماكس، منين بدي طلعهم؟ هلا سي تري ديفيسيل من هون بدي طلعهم من اسبي دي جراف، طلعهم من هون، برسم الجراف سكوندير دو ا ولو جراف سكوندير دو بي، دونك جو في تراسي لو جراف سكوندير سوا دو ا سوا بي، من هون بطلع الفي ماكس، جو دوا اوبتينير لو ميم في الميم في ماكس. Que ce soit pour un graphe secondaire de A et de B. Donc, là, nous, lorsque A et B tendent vers l'infini, je vais avoir la même Vmax. L'intersection de cette droite avec l'axe des X représentée moins 1 sur KMB pour lorsque ça a été variable sur constellation de B ou a été tourné Vmax de A. Ou la graphe
جراف سكندير تو ا. دونك هلا هون بس اسمحوا لي لانه ما لقيت، اذا بتسمحوا لي بس لانه ما لقيت جراف سكندير تو ا يعني بكل الريفرنس اللي شفتهم بالاكزرسيس رح نحله ورح نحط الجراف سكندير تو ا ورح نحط الجراف سكندير تو بي ورح نطلع الك ام تو ا والك ام تو بي. دونك بس هون يعني بدي منكم تعرفوا ليش نحن عم نرسم الجراف سكوندير دو ا والجراف سكوندير دو بي، لانه انتم على شاك بوين كروسكو اتان فير لانفيني فيكم تعرفوا انتم بس هيدي الديمونستراسيون لحتى تعرفوا نحن ليش بنرسم الجراف سكوندير. عندنا ريلاسيون على طول اللي شفناها من اول الشابتر لاخره على طول، ان سور في ايغال ان سور في اكس ان بلس بحالة الوازار ديبندانت كانت كابريم بي سور بي أو كابريم أ سور أ نقلبهم في ماكس دو أ في ماكس دو بي، بتكون كل واحدة منهم في ماكس دو أ أون ريلاسيون دو بي في ماكس دو بي أون ريلاسيون دو أ، وبتكون أ بلس كابريم بي سور أ. بحالة الديبندانت ما في كابريم أ، هي كأ بنبدلها بكأ أ. بحالة الأوردوني سامبل ديبلاسمون أوردوني ما تنسوا أن نفس الفي ماكس بالكازي إكليبر بالشو اسمه بالنسبة للآ، تذكروا أنه هي مثل تقريبا تشبه الأوازار بالنسبة للآ. دونك الفي ماكس نفس الفورمول فينا نطبقها اللي هي أن بلس كابي سور. دونك لاحظوا أنه التيرم هو زيته، يعني الرلاسيون بين الأن سور في والأن سور في ماكس كمتب أن بلس كابي سور بي سي إكزاكتمون لمام تيرم. داكور دونك أن سور في إيقال زيرو B1 sur concentration de A égale moins 1 sur K1 plus K B sur B. Ok, donc c'est l'intersection de la droite avec l'axe des X soit le Y égale 0. Donc on est 1 sur V égale 0. Il y a une idée des points rond. Idée des points rond. Il y représente le 1 sur concentration de A. Il y a moins 1 sur KM1 que multiplie 1 plus K B sur B. Il y a des notes rond. C'est ici. Ok, ben ça vous déphase rond. لانه ممكن مثلا بشي كسه ام او شيء نقلكم طلعون اذا بدكم، او كو ريبريزونت لو بوان دانترسيكسيون دو لا دروات افيك لاكس دي زيكس كو ريبريزونت انترسيكسيون دي زيغريك. وانا هيدا بدي منكم تشدد يعني ترسموا الجرافات بتطلعوا كل جراف لاي نوع ميكانيزم هو، ترجعوا بتجوا بتقولوا شو في على انترسيكسيون دو لاكس دي زيكس، شو في على انترسيكسيون دو لاكس دي زيغريك، من هيدا الجراف شو بدي طلع، من هيدا الجراف شو بدي طلع. داكور دونك انا بدي انصحكم تكونوا موجود، يعني هيدا صراحه هودي الاكزرسيسات ما رح فينا نحلهم الا اونلاين، لانه الاونلاين هو رح يكون تكمله للشرح. كثير اشياء يمكن ارجع عيدها هي ذاتها ورجعكم للكور لحتى تربطوا الاشياء ببعضها. جست دون ما تحلوا اكزرسيسات ولا هذا الشابيتر ما رح يمشي الحال. الفو فريمون كو فو تريتي لي اكزرسيس لحتى تفهموا، وبس تحلوا الاكزرسيس اهونهم سي تيلمون فاسيل. هلا مش الحال. ليه؟ لانه انتم رح عندكم دي فالور رح تجوا تحطوهم ب فوزالي لي مير دون جراف، فوزالي ريغاردي لي جراف ديدوير لو ميكانيزم، واللي من الميكانيزم بيطلع معنا رح نرجع نحاول نعمل كوريلاسيون مع هيدي كا هيدي كا ام ا هيدي في ماكس اتسيتيرا. اوكي، و ريغاردي كومون فاري اشاك فوا الافينيتي، كيف عم تتغير على الاكس الافينيتي، واصلا فيكم تطلعوها فيكم تعملوا لها اكسترابولاسيون من الجراف. يعني انتم بس ترسموا الجراف وتشوفوا انتم عم كيف الدرواتات عم بزحوا وقت بنزيد بي او عم بزحوا وقت بنزيد ا، وعم تطلعوا شو عم بيصير على الاكس من تحت، سي تري فاسيل دو ديدوير كاسكي. ما بشدد عليك، لكن الميكانيزم اهم شيء صراحه هي الاتاب اسانسيال. يعني بتحطوا قدامكم الميكانيزم رياكسيونيل، وين كا وين كا بي وين كا بريم ا وين كا بريم بي. اوكي فوالا الايكواسيون دو لا فيتيس، تحفظوا الايكواسيون دو لا فيتيس سو فورم دو ميكانيزم مانتن الايكواسيون دو لا في كون طلعوا منها الايكواسيون دو فيتيس اون دوبل انفيرس، ومنها اصلا من الايكواسيون اون دوبل انفيرس فيكم تطلعوا كل شيء، فيكم تطلعوا الانترسيكسيون افيك لاكس دي زيكس، فيكم تطلعوا البونت، فيكم تطلعوا الانترسيكسيون avec l'axe des y lorsque a tend vers l'infini lorsque a est moins ka a من الايكواسيون بتطلعوها، ce n'est pas difficile du tout. d'accord. هلا انا عملت لكم طبعا ريزومي، رجعت لانه جد شابتر كثير كبير وفي كثير شرح بده يرجع الواحد يرتب افكاره كلها وحده وحده. هودي ليكو الاتاستاسيونير مش مطلوب منكم الا بس تفرقوا بينه بالسامبل ديبلاسمون اوردوني الاتاستاسيونير، ما منه مطلوب منكم تفرقوا اون ديتاي ايه منو كل هالديتاي اللي بقلبه مش مطلوبين منكم. انا رجعت عملت لكم ورقه كبيره في بقلبها هن ثلاث ورق
libre, dépendant, indépendant, donc un contenu de mécanisme, un qu'on a simple déplacement ordonné à l'équilibre, هذا بتقدر تفرق بينه وبين الوزار كل واحد كيف قالوا البارامتر انه وقت يكونوا محطوطين كلهم على نفس الورقه سي تري فاسيل دو لي ميموري عندكم الستاسيونير بس البروفيل لل 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 للكوربات واحفظوا البروجيكسيون دي 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 دروا دو بروجيكسيون على الدروا شو هن لي فالورات البينج بونج بدكم تحفظوا دونك بيكونوا لينيا باراليل ومن الجراف سكوندير نحن فينا نطلع الموان سور كي ام ا او الموان سور كي ام بي والفي ماكس وطبعا احفظوا شو هي البوان دانترسيكسيون افيك لاكس دي زيكس وشو هي البوان دانترسيكسيون افيك لاكس دي زيغريك بالجراف بريمير سي تو هذا الشابتر كله منه صعب ابدا جو سي في كثير معلومات وبيفوتوا بفوتوا ببعضهم بس تكونوا منظمينهم كلهم هيك وحاطينهم قدامكم دون دي يعني جراف وعم بتشوفوا الجرافات قدامكم مع الاكزرسيسات غالي فوار انه منه صعب ابدا هذا الشابتر ان با دو تو ديفيسيل يعني داكور هلا بس نحل طبعا غالي فوار كو سي تري فاسيل عندي ديابو وحده بس هيدي مهمه لانه بدي اقول لكم قايلينكم الاناليز كومبليت دي جرافيك ريسيبروك بريمير سكوندير نسو بير ايدنتيفي لو ميكانيزم دي فوا كيف عم بتاثر الليزون دو ا سور بي او الليزون دو بي سور ا من الكونستانت دو ميكايلس اوقات كمان فينا كيف عم تتغير الفيتاس ماكسيمال هلا هون ما رح وسع بالتي دي اذا الله راد بس تطلعوا بتشوفوا انه كيف عم تتغير الكي ام وكيف عم تتغير الفي ماكس بكل تيب دو ميكانيزم هلا صراحه مثل ما عم بقول لكم سيرتان جرافس اون كومبلكس يعني اذا بنجي نحن لنقارن بين ميكانيزم اوازار الاكيليبر واردوني ستاسيونير ما بنقدر نفرق بيناتهم اذا بس عم نطلع على الجراف يعني اول وهله بنرسم الجراف ما فينا نقول هل هالشيء هو اوازار او هالشيء هو اردوني ستاسيونير دي فوا اوني بوزوان دوتيليزي دي انيبيتور او انالوج دو سوبستر او في اكزرسيس بالتدي نستعملي فيه الانيبيتور وحطيت لكم بس نشرح الاكزرسيس لانه حطينا الاوتيليزاسيون دي انيبيتور بتصير اوضح الفكره هونيك حطيت لكم تابلو كيف وقتها نحن بيكون عندها تيب دي انيبيسيون معينه نقدر نعرف اي نوع من الميكانيزم عندنا اياه دونك مشان هيك بليز بالتدي هيدا في شرح بتدي الشابتر البي سوبسترا منهم كتار الاكزرسيسات بس فيهم شويه شرح لانه كمان هو رح يكون كومبليمنتير على الكور وإذا ما قدرنا نفرق يعني أوقات كتير نحنا ما يعني الأسبي للجراف أوني با كابابل فريمون دو دير هيدا سيكونسيال خاصة على البينج بونج والسيكونسيال هي نفرق بينات لأنه بينج بونج باراليل السيكونسيال لازم يكون في عندي بوان دو كونكورانس بس إذا عندي بوان دو كونكورانس بور A اي بور B ما بقدر أعرف هل هو أوازار سيكونسيال ولا سيكونسيال أردوني ستاسيونير ما بقدر اعرف بيناتهم في دوتر اتيود او ممكن مودياليز على كليب هيدي رح تكون شابتر 10 ما في ولا كوتين بس انه ما في شيء بيمنع انتم تحطوا الميكانيزم قدامكم دونك رح نشرح تكنيك اسمها دياليز على كليب اذا الله ممكن نستعملها كمان طريقه لنعرف هل A لي أو هل B لي أفان طبعاً أنتم بتقدروا تعرفوا لأنه إذا A بحاجة إذا نحن بحاجة لوجود A لB تعلي على A رح تشوفوا أنه B ما رح تفوت تعلي على A على الأنزيم إلا إذا A موجودة ممكن أنا من الدومين موجودة قدامي أوقات جبت إكسترابولي للميكانيزم وبالأنزيم واحد مش ضروري أوقات يجي إكزاكتمان شي شايفه إكزاكتمان 100% دي فوا إلفو جوست تكون شغلي والأسف من هيك نعم بتطلع هيدي هي طيب انه قايلكم مثلا اون ديدوير ان سيرتان ميكانيزم اون ديدوير شو يعني بتطلع كيف عم بيتغيروا الفالورات شو اللي عم بيتغير من اللي عم بيتغير واللي انا درسته كديفينيسيون هيدي بحاله هيدي هيك بحاله هيدي هيك جو كوريل انتر دو اي جو بو دي لا ريبونس و لو بلو سوفون لا ريبونس اي تري فاسيل يعني منا بتكون شيء معقد ابدا لا ريبونس اي اسي فاسيل بتكون اوكي دونك فوالا خلصنا شابتر البي سوبسترا الجمعه اذا الارد بنبلش شابتر السيت اكتيف وانا يعني بتمنى انه نخلصوا الجمعه الثنين وبدنا ثنين وقرب على شابتر الالوستري لانه شابتر الالوستري دسم اللي قصي
يعني c'est un chapitre aussi grand.